حاجه ما بيبقى لنا ايه اصلا في نيورو اناتومي؟ ما كانش بيبقى لنا غير البيزكس اوف نيورو، البيزكس اوف سيريبرال كورتكس، و بالمره في جزء كده او جدول كده الفيرست ايد عامله في جزء الباثولوجي بيتكلم عن الستروكس. احنا دلوقتي بعد ما نخلص النيورو اناتومي بسهوله جدا نيجي نقرا، هنقرا مع بعض الفيرست ايد الجزء بتاع الستروكس، هتلاقي بعد فهمك للبيزكس اوف نيورو اناتومي على على بالحاجات اللي انت فهمتها معايا في النيورو اناتومي، هتكتشف ان الجزء ده بالنسبه لك سهل جدا وبقى مضمون بالنسبه لك سواء ستيب 1 او ستيب 2. طيب خلينا نخلص البيزكس اوف سيريبرال كورتكس، وبعد كده نبقى نشوف الانتجريشن ما بين النيورو اناتومي ده والباثولوجي. وفي نهايه المحاضره هنشرح كده بالمتين عن الليمبك سيستم وثري ليجنز ريليتد للليمبك سيستم، حاجه اسمها انتروجريد امنيجيا، حاجه اسمها فيرنكس كورساكوف سندروم، وحاجه اسمها كلوفر بوسي سندروم. الليمبك سيستم بيبقى سهل جدا، والثلاثه باثولوجيز اللي ليهم علاقه بالليمبك سيستم سهلين جدا وفي نفس الوقت مهمين، واسئلتهم بتبقى مضمونه، والثلاثه عليهم اسئله في الولد، والثلاثه هنحل عليهم في نهايه المحاضره، وبالنسبه لك المفروض يبقى حاجات مضمونه. لكن اهم حاجه في محاضره النهارده هو السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس كلنا عارفين ان احنا عندنا تو سيريبرال كورتكس، رايت وليفت، رايت سيريبرال كورتكس وليفت سيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس الاثنين دول في ما بينهم حاجه عامله كوميونيكيشن بين تو سيريبرال كورتكس الرايت والليفت، حاجه اسمها كوربس كالوزم. لو جيت تبص على السيريبرال كورتكس او البرين من الميديال سايد هتلاقي هنا في حاجه اسمها كوربس كالوزم. ده كوربس كالوزم. كوربس كالوزم ده بالمناسبه كأناتومي بنقسمه لاربع اجزاء، هقول لك بس الاناتومي بتاعه علشان الجزء ده هيبقى مهم بالنسبه لنا في ليجن هنشرحها كمان شويه، اللي هو الموست سير بارت اوف كوربس كالوزم ده اللي اسمه السبليم، هيبقى مهم بالنسبه لنا واحنا بنشرح حاجه موجوده عندك ومطلوبه منك سب 1 او سب 2، حاجه اسمها اليكسيا وزوت اجرافيا اللي بتحصل مع الليفت بوستيرور سيربرال ارتري. هنعرف يعني ايه اليكسيا وزوت اجرافيا في وقتها، بس عايزك تبقى عارف ايه هو الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم ان الرايت والليفت تو سيربرال هيمسفير في ما بينهم حاجه بتعمل كونكشن، مش الاثنين في ما بينهم اتصال وكوميونيكيشن من خلال فايبرز اسمها كوربس كالوزم. لو جيت تبص اصلا على بوست مورتم بايوبسي للبرين، الفايبرز دي اللي عامله كونكشن ما بين التو سيربرال هيمسفير دي اللي اسمها كوربس كالوزم. ممكن تقدر برضو تشوفها من الميديال سايد اوف سيربرال كورتكس، ده اسمه الكوربس كالوزم، ده اللي بيعمل كوميونيكيشن ما بين التو سيربرال هيمسفير. بنقسمه اناتوميكالي لاربع حتت. الاربع حتت دول مش مهمين قوي ان انت تعرف بالنسبه لي الاناتومي بتاعهم، انا بس علشان اوضح لك ان الموست بيصير بارت ده اللي هيهمني بعد كده في شرح الباثولوجي السبلينيوم، ده الموست بيصير بارت اوف كوربس كالوزم. الموست انتيرو بارت اسمه روسترم، واحنا اتعودنا ان احنا نستخدم كلمه روسترم دي في الامبريولوجي والاناتومي لحاجه انتيرو روسترم، والجزء الثاني ده اسمه جينو، وكلمه جينو دي اتعودنا برضه استخدامها في الطب في استراكشر الاناتومي بتاعه، هيبقى في حاجه زي كلمه جينو اصلا بالعربي بالمناسبه يعني مفصله، يعني حاجه عامله زاويه او انجل ما بين الترانك بتاع الكوربس كلوزم والروسترم، في هنا حاجه عامله زي مفصله او انجل اسمها الجينو. لكن انا اصلا بشرح الكوربس كلوزم علشان كلمه السبلينيوم دي. هتعرف اهميه الكوربس كلوزم ده بعدين لما مثلا اقول لك ان اللانجوج سنتر سواء سبوكن او ريتن لانجوج، ان انت تقدر تفهم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، تقدر تعمل له كومبرهنشن وتقرر انت ترد عليا بكلام معين، محتاج ان انت تعمل موتور بلاننج الكلام معين. التو سنترز دول اللي بيخلوك تعمل كومبرهنشن وتعمل موتور بلاننج للكلام دول موجودين فقط فيما يسمى بالدومينانت هيمسفير. الدومينانت هيمسفير بالنسبه لاغلب الناس اللي معايا دلوقتي والناس اللي بتسمعني بيكون بالنسبه لك الدومينانت هيمسفير هو الليفت هيمسفير. معظم البوبوليشن الرايت هاندد اللي بيكتبوا ايديهم اليمين بيكون الدومينانت هيمسفير بتاعهم هو الليفت، حتى الليفت هاندد نسبه كبيره منهم بيكون الدومينانت هيمسفير هو الرايت، وحتى الليفت هاندد نسبه منهم برضو بيكون
الدومينانت هيمسفير بتاعهم ليفت. فلو جينا كده نبص على البوبليشن او العالم بشكل عام، نلاقي ان اغلبنا الدومينانت هيمسفير بتاعهم بيكون الليفت. سبحان الله، ربنا عمل لنا اللانجوج سنتر دي موجوده في الدومينانت هيمسفير لاغلب البوبليشن اللي هو الليفت. الليفت هيمسفير هو الدومينانت هيمسفير. حتى هتسمع المصطلح ده كتير، وهتسمعه لما نيجي نتكلم عن بعض الليجنز في السيربرال كورتكس. انا اقول لك ليجن الفلانيه في الدوميننت هيمسفير، اقصد بيها هنا الليفت هيمسفير. ونقول على الرايت هيمسفير ساعات نقول عليه النون دوميننت هيمسفير، وما عندناش غير ليجن واحده في السيربرال كورتكس اللي هنتكلم عنها ونقول انها بتحصل او مش هتشوفها غير في النون دوميننت هيمسفير. وبقول لك النون دوميننت هيمسفير اقصد بيها الرايت سيربرال كورتكس او الرايت هيمسفير. فاللانجوج سنتر دي لو هي موجوده في الليفت، انت بتقول ان عندي ثلاثه سنترز مهمين، انا ذكرت منهم بس اثنين لان دول اللي ليهم علاقه بالسبوكن لانجوج، بالكلام اللي انت عايز تقوله، انه حد يقول لك كلام وتسمعه. عندي هنا اريا اسمها فيرنكس اريا، موجوده ما بين برايتال وتمبرال لوب، والموتور اريا اللي اسمها البروكس اريا موجوده في الفرونتال لوب. طيب اللي اسمها بروكس اريا المسؤوله عن الموتور بلاننج دي، هي عملت موتور بلاننج. الكلام اللي انا عايز اقوله المفروض انها بتبروجكت باي لاترال بروجكشن للموتور اريا او الموتور كورتكس في الرايت والليفت، علشان تروح للماسلز اوف ارتكليشن المسؤوله عن الارتكليشن اوف ساوند ويحصل برودكشن للساوند، تبعت باي لاترال بروجكشن للتو موتور كورتكس في الرايت والليفت. طيب هي اصلا اللانجوج سنتر موجوده في الليفت، هتبروجكت ازاي للرايت من خلال الكوربس كالوزم؟ مثال تاني على اهميه وجود الكوربس كالوزم وان هي حاجه تبقى عامله كوميونيكيشن ما بين التو سيربرال هيمسفير. دلوقتي اديتك اول مثال على السبوكن لانجوج، تاني مثال هدولك على الريتن لانجوج. الريتن لانجوج المثال اللي هدولك دلوقتي الريتن لانجوج، ان كلمه سيربرال كورتكس اللي موجوده قدامك دي على سبيل المثال، كلمه سيربرال كورتكس دي بالنسبه لي ريتن لانجوج، انا عايز اعمل لها ريدنج، عايز اقراها. بدايه الريدنج العينين اللي هتوصل فيجوال انفورميشن للفيجوال كورتكس الموجوده في الاوكسيبيتال لوب رايت وليفت، وانت عندك عينتين. طيب انا محتاج ان الفيجوال انفورميشن دي تروح لثالث سنتر من انا لغايه دلوقتي اتكلمت عن الفيرنكس والبروكس، في ثالث سنتر بيقول عليه الريدنج سنتر اسمه انجولار جايروس، موجود في البرايت اللوب ورا الفيرنكس اريا على طول. ده يعتبر ريدنج سنتر متخزن فيه الحروف والارقام والكلمات، اسمه ريدنج سنتر، وموجود فقط في الليفت في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت. فانا محتاج كلمه السيربرال كورتكس دي اللي شايفها بالعينتين، والعينتين هيروحوا للفيجوال كورتكس رايت وليفت، محتاج ان اللي موجوده في الرايت هيمسفير دي يحصل لها ترانسفير او تعدي الناحيه الثانيه، تروح للانجولر جايروس اللي هو الريدنج سنتر اللي هو اصلا ما عندناش منه غير في الليفت في الدومينانت هيمسفير. ازاي توصل للريدنج سنتر؟ هتوصل برضو من خلال الكوربس كالوزم، بتوصل من خلال السبلين اللي انا اتكلمت عنه ده، لان اتفقنا الفيجوال كورتكس موجوده في الاوكسيبيتال لوب هنا، فهتعدي من خلال السبلين ده تروح للانجولر جايروس علشان تقدر تقرأ الكلمة اللي قدامك دي اللي اسمها سيربرال كورتكس. فدول مثالين على أهمية إن لازم يكون في كوميونيكيشن ما بين التو سيربرال هيمسفير، وده بيحصل من خلال الكوربس كالوزم. طيب حاجة برضو ممكن أتكلم عنها كده ملهاش لازمة قوي، إنه برضو السيربرال كورتكس في كوميونيكيشن بينه وما بين البرين ستيم. لو انتوا فاكرين ان كنا واحنا بنتكلم عن السيرابيلم، وانا بنقول ان السيرابيلم ده بيعمل الكوميونيكيشن ما بينه وبين البرين ستيم من خلال حاجه اسمها سيريبرال بيدانكلز. ده كلمه بيدانكلز دي بيدانكلز دي حاجه زي ارم او حاجه بتعمل كوميونيكيشن ما بين الليتل برين اللي هو السيرابيلم والبرين ستيم. كان عندنا لاترال سيرابيلر بيدانكل، سوبيريور، ميدل، انفيريور. كان الميدل والانفيرور لو انتوا فاكرين كان بيجي انبوت للسيربيلم، والاوت بتاع السيربيلم كان بيطلع من خلال السوبيريور سيربيلر بيدانكل. ايضا السيربيلر كورتكس عندها كوميونيكيشن مع البرين ستيم من خلال المره دي سيربيرال بيدانكلز. فالسيربيلم اللي هو الليتل برين عامل كوميونيكيشن مع البرين ستيم من خلال ثلاثه
يمين وشمال يعني 6 سيريبرال بدانكلز، والسيريبرال كورتكس عامله كوميونيكيشن مع مع البرين ستام من خلال 2 سيريبرال بدانكلز. فده اول سطر اللي بيوضح لك انت عندك 2 سيريبرال هيمسفير في كوميونيكيشن ما بينهم من خلال الكوربس كالوزم، وعاملين كوميونيكيشن مع جزء المخ من خلال 2 سيريبرال بدانكلز، واحد يمين وواحد شمال. طيب الجزء اللي جاي بعد كده بيديك فكره عن اللوبس بتاعت البرين. احنا لو جبنا بوست مورتم بايوبسي للبرين وجينا نبص عليه اتفقنا هنلاقي 2 يمين وشمال. اما نيجي نبص على البرين هنبص عليه مثلا من اللاترال، هنبص عليه اللاترال سيرفيس وميديال سيرفيس نعرف هو عباره عن ايه. هنيجي نبص على البرين هنلاقيه عباره عن هايلي كونفوليوتد ستراكشر. الهايلي كونفوليوتد ستراكشر ده بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها جايراي وحاجه اسمها سلقاي. الجايراي دي لما تيجي تبص عليها الصوره دي برضو وريتها لك قبل كده، الجايراي هو الجزء البلجت اوت، الجزء البلجت اوت دي اسمها جايراي، وما بين الجايراي وبعضها في جروفز، جروفز دي اللي اسمها السلقاي. فهنيجي نبص هنا نلاقي هايلي كونفوليوتد ستراكشر بيتكون من جايراي اللي هي الاجزاء اللي بيكون بلجت لبره اوت دي اسمها جايراي، وما بين الجايراي والجايراي في ما بينهم جروف اسمه سلقاي. طيب انا هبدا دلوقتي اتكلم عن بعض السلقاي اللي بنستخدمها كاناتوميك لاند مارك بنفصل بيها السيريبرال كورتكس سواء في اللاترال سيرفيس او ميديال سيرفيس لاكثر من لوبس، وبعد ما نفصل اللوبس دي عن بعضها نبدا ناخد اللوبس دي واحده واحده نتكلم عنها ونعرف ايه هي الفانكشنال ايرياز اللي ممكن تكون موجوده في 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 بعض اللوبس دي اللي لما يحصل لها ليجن ايه اللي هينتج عن ذلك وناخدهم لوب لوب. طيب السلقاي اللي ليها اناتوميك او تعتبر بالنسبه لنا اناتوميك لاند مارك بنفصل بيها السيريبرال كورتكس، اول سلقص واهم سلقص هو السلقص ده. السلقص ده اسمه سنترال سلقص. السنترال سلقص ده سواء على اللاترال سيرفيس او ميديال سيرفيس هتلاقيه بيفصل ما بين الفرونتال لوب in front of him الفرونتال لوب والبرايتال لوب بالسيرور لهذا الجايروس. يبقى السلقص ده اسمه سنترال سلقص. السنترال سلقص ده موجود على اللاترال سيرفيس او حتى ده اللاترال سيرفيس اهو وده الميديال سيرفيس اهو. على اللاترال سيرفيس السنترال سلقص اهو والميديال سيرفيس السنترال سلقص اهو. على اللاترال سيرفيس الجزء الاصفر ده هو الفرونتال لوب ويبصيروا لي الجزء الأحمر ده هو البرايتال لوب، ده على اللاترال سيرفيس. وعلى الميديال سيرفيس الجزء الأصفر ده هو الفرونتال لوب والجزء وعلى الميديال سيرفيس الجزء ده هو الفرونتال لوب يبقى قلنا السنترال سلكس من اللاترال سيرفيس بيفصل ما بين الفرونتال لوب اللي هو الاصفر ده والبرايتال لوب اللي هو بالجزء الاحمر ده. فرونتال لوب من الميديال سيرفيس اهو والبرايتال لوب اللي بالاحمر برضو من ناحيه الميديال سيرفيس. ده بالنسبه لاول سلكس اللي اسمه السنترال سلكس. طيب تاني سلكس هتكلم عنه مش هتشوفه غير في اللاترال سيرفيس فقط اللي هو السلقص ده، حتى احنا سميناه لاترال سلقص. لاترال سلقص او ليه اسم ثاني اللي هو السيلفيوس سلقص. سمى لاترال سلقص لاترال سلقص لان مش هتشوفه غير على لاترال سيرفيس فقط، وده بيفصل ما بين الفرونتال لوب هنا والبرايتال لوب هنا عن اللي تحتهم اللي هو باللون الاخضر اللي هو مين؟ التمبرال لوب. ده اسمه اللاترال سيرفيس. طيب
يبقى لي اخر سلقس اسمه برايتو اوكسيبيتال، برايتو اوكسيبيتال سلقس، برايتو اوكسيبيتال سلقس اللي هو ده من اللاترال سيرفيس وده من الميديال سيرفيس. البرايتو اوكسيبيتال سلقس واضح كده انه بيفصل ما بين البرايتال لوب هنا والاوكسيبيتال لوب هنا، وهنا برضو البرايتال لوب هنا والاوكسيبيتال لوب هنا. يبقى لي بس ان من الميديال لوب ده التمبرال لوب من الميديال سايد. يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن كام سلقاي، يعتبر اتكلمت عن 3 ميجر سلقاي بيفصلوا اللاترال والميديال سيرفيس اوف سيريبرال كورتكس لاكثر من لوب. اتكلمت عن السنترال سلقس اللي هو ده، وده بيفصل ما بين الميديال الفرونتال ان فرونت اوف السنترال سلقس والبرايتال وراه برضو. هنا ده السنترال سلقس، ده الفرونتال قدامه والبرايتال وراه، وبعد كده اللاترال سلقس هتشوفه على اللاترال سيرفيس فقط، بيفصل ما بين الفرونتال هنا والبرايتال هنا واللي تحتهم اللي هو التمبرال، وبعد كده البرايت اوكسيبيتال اللي هو ده بيفصل ما بين البرايتال قدامه والاوكسيبيتال هنا، وهنا برضو البرايت اوكسيبيتال مكمل هنا، ده البرايتال هنا وده الاوكسيبيتال هنا. ده بالنسبه لللوبس، اللوبس اوف السيريبرال كورتكس سواء من اللاتر سيرفيس او الميديال سيرفيس. طيب قبل ما نجيب بقى كل لوب من دول ونشوف الارياز of importance في كل لوب ونبدأ نتكلم عن الفقشة بتاعتها ونعرف لو حصل ليشن ايه، عايز اتكلم عن الجزء ده اللي بيتكلم عن الهومينوكلس of cerebral cortex. الهومينوكلس of cerebral cortex ده السنجل جايرس ده ما اتكلمتش عنه قوي، بس ده السنجل جايرس دكتور فؤاد، ده السنجل جايرس عشان تشوفه لازم تبص على السيريبرال كورتكس من الميديال سايد. ده السيريبرال كورتكس دكتور فؤاد، ده السنجل جايرس، السنجل جايرس دكتور فؤاد ده الجايرس، جايرس نفسه، وفوقه على طول في السنجل سلقس. سنجل جايرس ده دكتور فؤاد هنشرحه فقط لما نيجي نتكلم عن الليمبك سيستم ونقول ان ده كورتيكال ستراكشر related للامبك سيستم اللي هو السنجل جايرس. اللي فوقه على طول ده هو السنجلت سلقس، بيفصل ما بين الفرنتال والبرايتال فوق، والسنجلت جايرس اللي هو ده اللي يعتبر بارت من الامبك سيستم. ممكن نقول يا دكتور فؤاد ان السنجل جايرس ده موجود على طول فوق الكوربس كالوزم، فوق الكوربس كالوزم على طول فيه جايرس كده اسمه سنجلت جايرس. طيب ده بالنسبة لللوبس المهمة بالنسبة لي في السيريبرال كورتكس. بعد كده هتكلم عن الهومينوكلس أوف سيريبرال كورتكس. الهومينوكلس أوف سيريبرال كورتكس ده بالنسبة لي مهم عشان لما أجي أتكلم عن الستروكس سواء ميدل سيريبرال أرتر ستروك أو أنتيريور سيريبرال أرتر ستروك، تبقى عارف أنهي جزء من البادي اللي هيبقى أفكتد سواء موتور أو سنسوري. لازم تكون عارف الهومينوكلس أوف سيريبرال كورتكس. الهومينوكلس أوف سيريبرال كورتكس ده نفس فكرة اما كنا بنتكلم مثلا عن السيربيلم وعملنا توبوغرافيك ريبرزنتيشن اوف يور بادي على السيربيلم، قلنا مثلا السيربيلر فيرمس ده واخد الترانك والميديال ماسكليتشر، وبعد كده اتكلمنا على الانترميديت هيمسفير وقلنا واخده اللاترال ماسكليتشر، وزعنا يور بادي على السيربيلم. نفس النظام هنا هنوزع يور بادي على الموتور كورتكس والسنسوري كورتكس في السيريبرال كورتكس. طيب اما نيجي نتكلم دلوقتي عن اللوبس هنعرف ان السنترال سلقس ده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نحدد الموتور كورتكس والسوماتو سنسوري كورتكس. بنقول ان البري سنترال جايروس اللي قدام التسميه بتاعتها موضحه، بري سنترال جايروس، الجايروس اللي موجود بري سنترال قدام السنترال سلقس، هنقول ان ده اللي موجود فيه الموتور كورتكس، الموتور كورتكس اللي فيها بيراميدال سيلز اللي بيطلع منها الابر موتور نيورون او البيراميدال تراكت ويحصل لها ديكونسيشن في اللور مظله لو انت فاكرين من اول محاضره في النيورو اناتومي. فالبري سنترال جايروس اللي قدام السنترال سلقس ده على طول ده الموتور كورتكس. كنا بنقول ان الابر موتور نيورون دي بتتعامل من حتتين، اريا 4 اسمها موتور كورتكس، واريا قدامها على طول اسمها بري موتور
اريا اللي هي الاريا 6. بالمناسبه برضو علشان ما تحسش ان الامور صعبه، البرودمانز اريا او النمبرز اللي بنسميها برودمانز اريا، انا اقول لك 4 و6 و3 و2 و1 والكلام ده، مش مطلوب منك تعرف اسماء او الارقام بتاعت البرودمانز اريا، انا بقولها بس وخلاص. لك مش مطلوب تحفظ كل اريا هي رقم كام بالظبط كبرودمانز اريا. المهم ان اللي قدام البري سنترال، اللي قدام السنترال سيركس اللي اسمها بري سنترال جايروس، دي الموتور كورتكس اللي بتعمل بعد كده الابر موتور نيرون اللي بيروح يعمل انرفيشن للور موتور نيرون في السباينال كورد ويعمل لي ما يسمى بالبيرامدال تراكت او الكورتيكو سباينال تراكت. طيب الجايروس اللي وراها على طول هنسميها ايه؟ شوف سبحان الله اسمها بوست سنترال جايروس، يعني الجايروس اللي هو الهايلي كونفوليوتد ستراكشر موجود في السيربرال كورتكس ده اللي ورا الجروف اللي اسمه سنترال سيركس سميناه بوست سنترال سيركس. بوست سنترال كورتكس ده بقى بوست سنترال جايروس ده بقى اللي موجود في البرايمري سوماتوسنسري كورتكس 3-1-2 اللي السنسيشن بتاعتك سواء تاتش فايبريشن بروبيوسبشن كانت من خلال السنج باسوي بتوصل لغايه الثالاموس، لان اتفقنا ان السنسيشن بتاعتك ما ينفعش كده تتكلم مع السيريبرال كورتكس كده عادي منها للسيريبرال كورتكس، لا عندها سكرتاريا، السكرتاريا دي كانت الثالاموس، والثالاموس تيجي بروجكت هنا لل للبرايمري سنسوري كورتكس اللي موجوده في البوس سنترال جايروس. طيب انت بتقول برضو الكلام ده ليه؟ عشان تعرف توزيعة يور بادي سواء على الموتور كورتكس الموجوده بري فرونتال او السوماتو سنسوري كورتكس الموجوده بوس سنترال. يور بادي انت بتكون في الموتور والسنسوري كورتكس متشعلق من رجليك، زي ما بقول كده دايما انت متعلق من عرقوب رجلك في الموتور اند سنسوري كورتكس، متعلق من عرقوب رجلك انه دي السيريبرال كورتكس اهو، ده الميديال وده اللاترال. تبص تلاقي ان يور ليج ويور بلفس موجودين ناحيه الميديال سايد، الليج اهو انت متشعلق من رجليك، متعلق من عرقوب رجليك، رجليك موجوده مدلدله على الميديال اوف سيريبرال كورتكس، وبقيه جسمك نازل مدلدل على اللاترال كورتكس. طيب الميديال كورتكس في توبوجرافيك ريبرزنتيشن لواتش بارت اوف يور بادي، الاجابه هو اللور ليمب والبلفس، اللي يهمني هو اللور ليمب، رجليك موجودة في الميديال كورتكس سواء موتور أو سنسوري. خلينا نركز في موتور بعد كده نعمل نفس الكلام على السنسوري. يبقى هنا موجود الليج والبلفس، بعد كده بدأ أخش على اللاترال كورتكس ألاقي إن فيه هنا الترانك، فيه هنا الأبر ليم، وبعد كده الفيس. بالنسبة للاتر كورتكس أنا برضو ما بهتمش غير بالأبر ليم والفيس، يعني رجليك في الميديال سايد او الميديال كورتكس، وديك والفيس موجودين في اللاترال كورتكس، زي ما اتفقنا انت متشعلق من رجليك سواء في الموتور كورتكس او السوماتوسنسوري كورتكس، انت متعلق من عرقوب رجليك كتوبوغرافيك ريبريزنتيشن سواء في الموتور كورتكس او السنسوري كورتكس. سنسوري كورتكس نفس النظام، السنسيشن بتاعت اللور ليج موجوده في الميديال كورتكس معها البلفس، وبعد كده تلاقي في اللاترال كورتكس موجود الترانك upper limb، وبعد كده الفيس في اللاترال كورتكس بالنسبه للموتور سنسيشن. طيب ايه اهميه الكلام ده؟ ان انا بعد ما اخلص النيورو اناتومي بتاعت السيريبرال كورتكس هبدا اكلمك على البلاد سبلاي اوف سيريبرال كورتكس، اعترف ان اغلب اللاترال كورتكس بيجي لها بلاد سبلاي من مين؟ من الميدل سيريبرال ارتري. والميديال بارت اوف سيريبرال كورتكس، اغلب الميديال بارت اوف سيريبرال كورتكس بيجي لها بلاد سبلاي من مين؟ من الانتيرور سيريبرال ارتري. اذا لما يجي يكلمني في الجدول بتاع الفيرست ايد في نهايه المحاضره عن انواع الستروكس، التايبس اوف ستروك، ما هو الديفينيشن اوف ستروك؟ الستروك هو سادن اونست نيورولوجيكال ديفيسس ديو تو ديس لجزء معين من البرين، نتيجه انه حصل، ممكن يكون ديو تو اسكيميا، حصل اكلوجن
anterior cerebral artery او middle cerebral artery، او ممكن يكون due to hemorrhage، ممكن يكون due to ischemic cause او ischemia، او ممكن يكون due to hemorrhage وسادن اونست نيورولوجيكال ديفيسس ليؤدي ينتج عنه يحصل دس لجزء معين من البرين تيشو نتيجه اسكيميا، او ممكن يكون ديو تو هيمرج اسمه ستروك. اما يحصل ستروك في الانتيرير سيربرال ارتري والبيشنت عنده سباستيك باريسز او سنسوري لوس، اتوقع الباريسز ده هو سنسوري لوس يأفكت الابر لمب ولا اللور لمب؟ الاجابه هيأفكت اللور لمب. ما يحصل ستروك في الميدل سيريبرال ارتري في الميدل سيريبرال ارتري اتوقع ان السباستيك باريسز او السنسوري لوس تأفكت الابر لمب ولا اللور لمب؟ الاجابه الابر لمب والفيس نتيجه انه الابر لمب والفيس ريبريزنتد على اللاترال سيريبرال كورتكس اللي تبقى سبلايد بالميدل سيريبرال ارتري. نفس الكلام اللي موجود هنا هتلاقيه موجود في الصورة بتاعت اللي يقول تحتها، ده الليج هنا والبلفس وهنا الترنك أبر لمب فيس في اللاترال سايد، دي اللور لمب كباريز وسنسوري لوس هشوفها مع الانتيرور سيربرال ارتري ستروك كونترا لاترال لور لمب ديفيسس موتور او سنسوري، لكن الميدل سيريبرال ارتري اشوف معها كونترالاترال سباستيك باريسس اند سنسوري لوس للابر لمب اند فيس في حاله الميدل سيريبرال ارتري ستروك. الله يسلمك يا رب يا دكتور محمد الحبيب، ما انت قاعد منور. طيب ده بالنسبه للمقدمه الاولانيه عن السيريبرال كورتكس. تعال بقى ناخد كل اريا او كل لوب من اللوبس اللي احنا اتكلمنا عنها دي لوحده، نعرف ايه هي الارياز اوف ميديكال امبورتنس بالنسبه لنا والفانكشن بتاعتها، ونعرف لو حصل فيها ليجن ايه اللي ينتج عن ذلك. ربنا يكرمك ان شاء الله دكتور محمد، توفيق ان شاء الله. طيب تعالى ناخد اول اريا وهي او اول لوب وهو الفرونتال لوب. الفرونتال لوب لو جينا نبص عليها قلنا الفرونتال لوب هي اللوب الموجوده قدام السنترال سلقس هنا، وبيفصلها عن التمبرال لوب تحت اللاترال سلقس. كل دي اسمها ايه؟ اسمها الفرونتال لوب. لما نيجي نبص على الفرونتال لوب دي نشوف ايه هي الارياز اللي هنتكلم عنها، نلاقي انه في هنا الموتور اريا 4 والبري موتور اريا 6 اللي قدامها اللي كانوا مع بعض كانوا بيعملوا الابر موتور نيرون. اما كنا بنتكلم على الابر موتور نيرون كنا بنقول انه اللي بيعمل الابر موتور نيرون ده هو البيراميدال سيلز الموجوده في الموتور كورتكس، سواء موتور اريا 4 او بري موتور كورتكس اريا 6. فدول اول اتنين هنتكلم عنهم. تاني اريا هنتكلم عنها الحته دي الموجوده قدام البري موتور كورتكس اللي اسمها الفرونتال اي فيلد، الاريا 8. فرونتال اي فيلد دي اتكلمنا عنها امتى؟ اما كنا بنتكلم عن الفولانتري كونجكت جيز. فولانتري كونجكت جيز انه فولانتيرلي انا اللي عايز اعمل كده، ابص على حاجه موجوده ناحيه الشمال، هل واحده بتروح والتانيه لا؟ لا، الاثنين بيتحركوا مع بعض. فولانتري كونجكت جيز الاثنين يروحوا مع بعض، يبص على الحاجه اللي موجوده ناحيه الشمال. الفولانتري كونجكت جيز دي كنا بنقول ان ليها تو كونجكت جيز سنترز، واحد كان موجود في السيريبرال كورتكس واحد كان موجود في البونز. اللي كان موجود في السيريبرال كورتكس كان اسمه فرونتال اي فيلد الاريا 8،
طيب فكرني كده، الفرونتال اي فيلد ده كان مسؤول عن الكونترا لاترال كونجكت جيس ولا الابسي لاترال كونجكت جيس؟ بمعنى انا لو عايز ابص ناحيه الشمال عينيا الاثنين يروح ناحيه الشمال، المسؤول عن الكلام ده هو الرايت ولا الليفت فرونتال اي فيلد؟ الاجابه الرايت فرونتال اي فيلد مسؤول عن الكونترا لاترال كونجكت جيس. تاني سنتر كان موجود في البونز، حتى كان اسمه بونتاين ريتيكلر فورميشن، ده كان مسؤول عن ابسيلاترال ولا كونترالاترال كونجكت جيز؟ ابسيلاترال كونجكت جيز. بمعنى انا لو عايز ابص ناحيه شمال فالمسؤول عن الكلام ده او 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 اني 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 بونتاين ريتيكلر فورميشن، الاجابه ليفت ابسيلاترال فولانتري كونجكت جيز. لو بص ناحيه الشمال فالبونتاين الريتيكولار فورميشن موجوده ناحيه الشمال، المسؤول عن التو ايز روحوا ناحيه الشمال. والفرنتال اي فيلد ده المسؤول عن الكونترالاترال كونجكت جيز موجود على طول قدام البري موتور كورتكس. طيب يتبقى لي ايه؟ دي تاني حاجه هتكلم عنها في الفرنتال لوب. تالت حاجه هتكلم عنها هو الجزء الوايد اريا من الفرنتال لوب دي اللي موجوده قدامهم، اسمها بري فرنتال كورتكس. بري فرونتال كورتكس دي دايما عمال اشرحها بشرحها في كلمتين. كلمتين دول ان الفرونتال بري فرونتال كورتكس دي هي المسؤوله انها تعمل لك انهيبيشن. اقول لهم دايما ان 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 البني ادم ربنا بيولده، البني ادم ربنا خلقه، سوري، البني ادم ربنا خلقه قليل الادب، ديس انهيبيتد، اللي بيعمل له انهيبيشن والبري فرونتال كورتكس. ليه اقول الكلمه دي؟ علشان تعرف اما البيشنت يبقى عنده ليجن للبري فرونتال كورتكس دي، فيما يسمى بالفرونتال لوب سندروم، تبقى متوقع هي يقول لك ايه في الكيس. الفرونتال لوب سندروم دي او البري فرونتال كورتكس الفانكشن بتاعتها ليها علاقه بالجادجمنت، انت تحكم على الاشياء، ليها علاقه بالبرسوناليتي شخصيتك، ليها علاقه بالبيهيفير، وان انت بتعمل، قلت لك انها بتعمل انهيبيشن للبيهيفير، وليها علاقه بالبرسوناليتي، ليها علاقه بالجادجمنت، ان انت تبقى في مكان في مكان معين عارف ايه وات از ابروبريت وات از نوت، ايه اللي ينفع تعمله في الوقت ده في المكان ده وايه اللي ما ينفعش تعمله. اللي بيعمل لك انهيبيشن هو البري فرونتال كورتكس. البري فرونتال كورتكس دي المسؤوله برضو عن الانهيبيشن للبريميتيف ريفلكسز. انت اول ما اتولدت كان عندك مجموعه من الريفلكسز اسمها بريميتيف ريفلكس، حاجه اسمها جراس ريفلكس، حاجه اسمها ساكلينج ريفلكس، اكتر من ريفلكس. عند سن سنه تقريبا لغايه سنتين ممكن بيحصل انهيبيشن لكل الريفلكسز دي، وبالتالي لما يحصل ليجن للبري فرونتال كورتكس دي انت تبقى ديس انهيبيتد على تو ليفلز، البيهيفير تبقى قليل الادب. يجي يجيب لك في الكيس شخص عنده بور جادجمنت، عنده ديس انهيبيتد بيهيفير، يقول لك في الكيس، يقول لك في الكيس انه بيتكلم كلام بذيء للممرضات، في سيكشوالي بروفوكيتيف للتمريض، لان هو على اعتبار ان هو محجوز في الهوسبيتال، فيقول لك البيهيفير بتاعه مع النيرسز اللي موجودين في الاوضه اللي هو فيها، يقول لك ان في بور جادجمنت، في بور، في disinhibited behavior. بالإضافة لأول disinhibition، تاني disinhibition هيحصل في الكيس اللي يقولك البيشنت عنده disinhibition لبريمتيف ريفلكسز كانت عنده وهو لسه طفل، وحصل لها inhibition وبقت مش موجودة أو absent عند سن سنة، دلوقتي بدأ يرجع يحصل لها re-emergence لبريمتيف ريفلكسز. فمسؤول عن inhibition للbehavior وinhibition للبريمتيف ريفلكسز. اما يحصل له ليشن يبقى عنده ديس انهيبيتد بيهيفير، بور جادجمنت، بور كونسنتريشن، والحاجه الثانيه ديس انهيبيشن للبريميتيف ريفلكسز. طيب دي ثالث حاجه هتكلم عنها. رابع حاجه هتكلم عنها هي الاريا دي اللي اسمها البروكس اريا. البروكس اريا دي واحده من ثلاثه لانجوج سنتر موجودين في الدوميننت هيمسفير. اغلب البوبليشن الدومينانت هيمسفير بتاعها موجود فين؟ رايت ولا ليفت؟ ليفت هيمسفير.
التلاتة لانجوج سنتر، سواء البروكس 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 بتاع البق بتاع الموتور بلاننج اللي بيدي بيبروجكت للموتور اريا، البروكس ده بيبروجكت للموتور اريا، هو اللانجوج سنتر موجوده في اللفت، فيدي للموتور اريا في اللفت ويعدي من خلال الكوربس كلوزم يروح للرايت، على لان هو المسؤول انه يعمل لك موتور بلاننج للكلام اللي انت عايز تقوله. دي الفيرنكس اريا، في جزء منها موجود تبع البرايتال وجزء موجود تبع التمبرال. الفيرنكس اريا دي المسؤوله عن الكومبريهنشن، ان الكلام اللي انا بقوله ده تقدر تعمله كومبريهنشن وتفهمه، المسؤول عنه هو الفيرنكس اريا. اتفقنا الثلاثه لانجويج سنتر اللي انا هتكلم عنهم دلوقتي موجودين فين؟ في الدومينانت هيمسفير، في الليفت هيمسفير، وبالتالي اتوقع يحصل لهم ليجن فين؟ مع الليفت ميدل سيريبرال ارتري، لانها زي ما نعرف كمان شويه بنيجي نتكلم عن البلاس سبلاي، معظم الفرونتال والبرايتال والابر تمبرال البلاس سبلاي بتاعهم الميدل سيريبرال ارتري، وبنتكلم عن دومينانت هيمسفير اللي هو الليفت. فعشان اشوف الافكشن لللانجوج سواء سبوكن او ريتن المسؤول عنهم هشوفها مع ليفت ميدل سيريبرال ارتري ستروك او اوكلوجن. فعندي الفيرنكس اريا اللي هي دي، مش هشرحها مع الفرونتال لوب، اشرحها مع التمبرال، وان كانت هي جزء في جزء منها تبع البرايتال وجزء تبع التمبرال، بس انا بحطها تبع التمبرال. دي اللي مسؤوله عن الكومبريهنشن، ان الكلام اللي انا بقوله دلوقتي وانت بتسمعه او حتى الكلام اللي انت شايفه سبوكن وريتن لانجوج مسؤول عن الكومبريهنشن هو الفيرنكس اريا. اما المسؤول عن الموتور بلاننج سواء برضه سبوكن او ريتن، ان انت دلوقتي انا كلمتك دلوقتي وفهمتني وعايز ترد عليا بكلام، المسؤول عن الموتور بلاننج هو البروكس اريا اللي بيبروجكت لتو موتور كورتكس رايت وليفت. طب هيروح للرايت ازاي؟ للكوربس كلوزم، ويبروجكت الموتور كورتكس اللي هتروح للماسلز اوف ارتكليشن لو انت هتتكلم، او الماسلز اوف هاند لو انت تعمل رايتنج. فالموتور بلاننج هو البروكس اريا، الكومبرهنشن هو الفيرنكس اريا. عندي ثالث سبيك لانجوج سنتر موجود برضو في اللفت دومينانت هيمسفير اللي هو اللفت، موجوده ورا الفيرنكس اريا، بنعتبرها جزء من التمبرال لوب، اسمها انجولار جايروس، نعتبرها ريدنج سنتر. انجولار جايروس دي وصفتها انه ليه بنقول عليها ريدنج سنتر؟ لان انا عندي عينتين يمين وشمال بيوصلوا المعلومات دي لفيجوال كورتكس موجوده في الاوكسيبيتال لوب ورا هنا في الاوكسيبيتال لوب اهي فيجوال كورتكس. الاثنين لازم الفيجوال كورتكس رايت وليفت. طب الرايت هتبعت للليفت ازاي؟ ما هو الانجولار جايروس موجوده في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت بس، من خلال السبلينيوم اللي انا وريته لك من شويه بالكوربس كالوزم. والاثنين يبعتوا للريدنج سنتر ده اللي اسمه الانجولار جايروس اللي متخزن فيه الحروف والارقام والكلمات لان انت عينيك بتشوفه بس، اللي يديها مينينج هو الاسوسيشن كورتكس اللي اسمها فيجوال اسوسيشن كورتكس، والكلام او الحروف وكلمات متخزنه هنا موجوده في الانجولار جايروس. الانجولار جايروس بعد كده يبعتها للفيرنكس اريا المسؤول عن الكومبرهنشن. ولو عايز ترد بكلام او سواء سبوكن او ريتن، البروكس اريا يعمل موتور بلاننج ويبعت بعد كده للتو موتور كورتكس، سواء هتتكلم للمسلز اوف ارتكليشن او لو هتكتب للمسلز اوف هاند عشان تعمل رايتنج. فدول الثلاثه لانجوج سنتر، البروكس موتور بلاننج، الفيرنكس كومبرهنشن، والانجولار جايروس فور ريدنج. طيب وده رابع حاجه هتكلم عنها في الفرونتال لوب. طيب لو جينا بقى نتكلم عن الارياز دي كلها في الفرونتال لوب، الاقي ان اول تو ارياز الموتور اريا 4 والبري موتور اريا اللي هو الاريا 6، دول اللي فيهم البيراميدال سيلز اللي بتعمل البيراميدال تراكت اللي بتعمل الابر موتور نيورون. يور بادي ريبريزنتد في الاريا دي اللي هو الموتور كورتكس متشعلق من رجليك. رجليك
اللي هو الليمب والبلفس موجوده في الميديال سايد او الميديال هيمسفير، وبقيه البادي من اول الترانك يهمني الابر ليمب والفيس موجودين ومتشعلقين في اللاترال هيمسفير. ليه الكلام ده مهم؟ لان البلاد سبلاي بتاع اللاترال يختلف عن الميديال. اما اجي اتكلم عن ستروك لانتيريور سيربرال ارتري ستروك، اتوقع ان الهيميباريزس اشوفه في اللور ليمب، لكن الميدل سيربرال ارتري يأفكت اكتر الابر ليمب والفيس. طيب لو حصل ليجن على حسب بقى انت بتتكلم على ان سيربرال ارتري كونترا لاترال سبستيك باريزس، وعلى حسب البلاد سبلاي اللي حصل له افكشن او حصل فيه ستروك. انتيريور سيربرال ارتري افكت اللور ليمب، ميدل سيربرال ارتري افكت الابر ليمب اند فيس. طيب الفرونتال اي فيلد، فرونتال اي فيلد اللي هو الاريا 8 دي تعتبر المسؤوله على الكونترا لاترال فولانتري كونجكت جيز. ده لما عاوز اخد العينتين ابص ناحيه الشمال، ابص ناحيه الشمال، ده المسؤول عنه ك كونجكت سنتر موجود في السيربرال كورتكس والفرونتال اي فيلد. طيب في كده كلمتين كانوا موجودين في الفرونتال اي فيلد ليجنز اللي كلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت، ممكن اقدر افهمهم لك دلوقتي. الناس اللي فيكم جيت تقرا الابنورمالتيز في الهوريزونتال جيز اللي شرحناها قبل كده، وجه عند النمبر 4 في حاجه قلتها لك وفي حاجه سبتها ابقى اشرحها. يعني الحاجه اللي انا قلتها لك انه قلت لك لما يبقى في ابنورمالتي في الهوريزونتال جيز يافكت السنتر الموجود في السيربرال كورتكس اللي اسمه الفرونتال اي فيلد، ممكن تتوقع ان البيشنت يكون عنده موتور افكشن، البيشنت يبقى عنده سباستيك باريسز. وقلت لك هنا حتى ساعتها يافكت الابر ليمب. اه انت عارف دلوقتي ليه يبقى فيه سباستيك باريسز للابر ليمب؟ لان الفرونتال اي فيلد لما نيجي نبص على مكانها هنلاقي ان الفرونتال اي فيلد موجوده قدام على طول الموتور كورتكس، فوارد جدا ان الليجن اللي تافكت الفرونتال اي فيلد تاخد معاها الموتور كورتكس، والموتور كورتكس الموجوده هنا على اللاترال سيرفيس المسؤوله عن الموتور موفمنت بتاعت الامبر ليمب. فممكن مع الافكشن الكونترا لاترال كونجكت جيز اشوف سباستيك باريسز للكونترا لاترال ابر ليمب. طيب حاجه بقى تانية اللي انا عايز اوضحها تقدر تفهمها دلوقتي، انه ممكن تكون بسيطه على الصوره دي وكذلك الكلام المكتوب ده وما كنتش فهمت الكلام ده وقتها، انه الصوره دي موضحه انه في الليجن 4 البيشنت عنده مشكله في الفرونتال اي فيلد الموجوده ناحيه اللفت، فعنده مشكله ان تو ايز يروحوا ناحيه اللفت، ان الاثنين يروحوا ناحيه اللفت. الكلمه دي ممكن تكون بصيت عليها بس ما كلمناش عنها ساعتها، ان البيشنت دول بيكون عندهم ان تو ايز الاثنين بيحصل لهم سلو درفتنج ناحيه المكان اللي حصل فيه الليجن. ما هو الليجن حصلت فين؟ حصلت في اللفت، في اللفت فرونتال اي فيلد المسؤول عن ايه؟ عن الكونجكت جيز للكونترا لاترال سايد اللي هو الرايت. لكن الفرونتال اي فيلد اللي موجوده في الرايت سايد از انتكت، ولانها انتكت هتبقى شغاله ان ابوست، وهتبقى شغاله ان ابوست تلاقي ان الاشخاص اللي عندهم مشكله في الكونجكت جيز ديو تو فرونتال اي فيلد تلاقي ان التو ايز بتاعهم بتاع الشخص ده يحصل له سلو درفتنج لفين؟ للسايد اللي حصل فيه الليجن اللفت. ليه؟ لان الرايت اللي هي الانتكت شغاله وشغاله ان ابوز، تخلي الايز كل شويه يحصل لهم سلو درفتنج لناحيه السايد اوزليشن اللي هو اللفت. فما تيجي تبص هنا في الفرونتال اي فيلد هتلاقي ان ذا سنتر اوف كونترالاترال فولانتري كونجكت جيز لو حصل فيه افكشن هيبقى عندك مشكله في ان لو انا عندي مشكله في الرايت فرونتال اي فيلد المفروض ياخد عينيا ويخليني ابص ناحيه اللفت، الحركه دي هتبقى فيها مشكله، في مشكله في الكونترا لاترال اللي هو اللفت فولانتري كونجكت جيز تحت اللفت. مش بس كده،
لو جيت تبص على تو ايز بتوع الشخص دول هتلاقي ان في سلو دريفتنج ناحيه السايد اوف ذا ليشن. ليه؟ لان اللي هنا سليمه واللي هنا طالما سليمه الثانيه هنا سليمه، ولانها سليمه بتاخد التو ايز تعمل لهم دريفتنج ناحيه الرايت يعني ناحيه السايد اوف ذا ليشن. تمام؟ اتفهمت دلوقتي يا دكتور عبد الرحمن؟ يبقى الفرونتال اي فيلد لو عندي مشكله في الفرونتال اي فيلد ناحيه اليمين اللي مسؤوله انها عن الكونترالاترال كونجكت جيس ان التو ايز يروحوا ناحيه الشمال، فانا يبقى عندي مشكله في الحركه دي ان انا اخد التو ايز واعمل لهم فولنتري كونجكت جيس ناحيه الشمال. حاجه كمان ان الليفت شغاله وشغاله ان اوبوز، تقوم تاخد التو ايز وتعمل له سلو دريفتنج ناحيه السايد اوزليشن ناحيه الرايت. ده في حاله الفرونتال اي فيلد. وقلت لك معلومه كمان ان وارد جدا تلاقي عند البيشن ده موتور ديفسس. ليه؟ بسبب الاناتوميك لوكيشن بتاعت الفرونتال اي فيلد موجوده قدام الموتور كورتكس على طول، فوارد الليجن او الستروك اللي هتافكت الفرونتال اي فيلد تافكت كمان تافكت كمان الموتور كورتكس، هتافكت ابر لمب ولا لور لمب، هي موجوده على لاترال كورتكس اللي المسؤول عن توبوغرافيك ريبريزنتيشن لمين؟ للابر لمب، فليحصل فيه ويكنس او باريزس هو الابر لمب. طيب الاريا اللي بعدها البري فرونتال كورتكس. الانسان ربنا خلقه قليل الادب مش مهذب، مين اللي بيعمل له انهبيشن؟ البري فرونتال كورتكس. مين اللي بيساعده في انه يعمل جود جادجمنت؟ البري فرونتال كورتكس، بالاضافه ان ليها دور في الكونسنتريشن، بالاضافه انه بتتولد لغايه سن سنه تقريبا بقى عندك بريميتيف ريفلكسز ساكلينج ريفلكس جراسبنج ريفلكس، بيحصل لها انهبيشن او بتبقى ابسنت عند سن السنه تقريبا، بيحصل لها انهبيشن، فما يحصل ليجن بري فرونتال كورتكس الحاجتين دول يحصل لهم ديس انهبيشن، يبقى عنده ديس انهبيتد بيهيفير، يبقى عنده بور جادجمنت، يعمل حاجات غير ملائمه للمكان او الزمان اللي هو فيه. اكتر كيس بتيجي ستيب 1 او ستيب 2 وهتلاقيها تيبيكال كوبي بيست من هنا لهنا، يقول لك انه عندنا شخص اتعرض لستروك موجود دلوقتي في الهوسبيتال قاعد فيه عنده ديس انهبيتد بيهيفير، قاعد بيقول ان ابروبريت وورد للناس اللي حواليه الريلاتيفز او للنيرسز. في كيس يقول لك عمل اكسبوز للجينيتاليا بتاعته وهو مش قادر مش قادر يعرف يحدد الصح من الغلط. في كيس قال لك ان هو عمل اكسبوز للجينيتاليا بتاعته للناس الموجودين في الـ في الـ في الروم سيكشوالي بروفوكاتيف. كل دي حاجات يقولها لك في الكيس، بالاضافه ان البريمتيف ريفلكسز المفروض انها بعد الوقت يبقى ابسنت، حصل لها ري ايمرجنس. اول ما اجيب الكيس دي على طول افكر فيه الفرونتال لوب سندروم. دي اسمها فرونتال لوب سندروم فيري هاي ييلد، بتيجي كتير في السب 1 او السب 2. ديس انهبيتد بيهيفير ديس انهبيتد بريمتيف ريفلكسز دي اسمها فرونتال لوب سندروم. طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي اخر اريا اللي اسمها البروكس اريا. البروكس اريا اديني بس لو في ايدك كتاب او 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 قاعد بركز مع الكتاب او البي دي اف اركنه على جنب، وهنسيب البي دي اف كده على شويه ونبدا اتكلم شويه كده قصايد نوتس انا كاتبها عن اللانجوج. ليه؟ لان انا هتعب شويه معاك دلوقتي في شويه اساسيات تعتبر اغلبها قلتها في البدايه او من شويه. هتخليني بعد كده لما اجي اتكلم عن اي لانجوج سنتر في 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 المحاضره بتاعت النهارده يعتبر كلام معاد او بتسمعه للمره الثانيه. اللانجوج احنا عندنا سبوكن لانجوج وريتن لانجوج، بالاضافه الى الريدنج. السبوكن والريتن لانجوج السبوكن اند ريتن لانجوج او اللانجوج سنتر، عندنا ثلاثه لانجوج سنتر مهمين زي ما اتفقنا. ربنا عمل لنا اللانجوج سنتر في الدومينانت هيمسفير اللي هو اغلب البوبوليشن الليفت هيمسفير. اتكلمت عن اثنين منهم اللي هو البروكس اللي هي دي، قلت لك بروكس موتور بلاننج
موجوده فين؟ في الفرونتال لوب، وتبقى افكتد مع مين؟ مع ميدل سيربرال ارتري ستروك، بس اني ستروك في الليفت ميدل سيربرال ارتري ستروك. ودي الفيرنكس اريا مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن الكومبريهنشن سواء سبوكن او ريتن لانجوج. السبوكن او ريتن لانجوج اللي مسؤول عن ان انت تعمل له كومبريهنشن الفيرنكس اريا، لكن مسؤول عن الموتور بلاننج، ان انا اعمل بلاننج للموتور، الموتور موفمنت اللي انا احتاجها في ان انا اتكلم كلام معين او اكتب كلام معين هو البروكس اريا. والثالث سنتر اللي اتفقنا موجود في البرايتن لوب اللي اسمه الانجولار جايروس، عرفنا اهميته الكبرى في الريدنج. لكن سبوكن اند ريتن لانجويج محتاجين جدا التو سنترز دول، واتفقنا الثلاثه سنتر دول موجودين فين؟ في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت سيربرال هيمسفير. طيب معلومه برضو اقولها هنا، ان في هنا مجموعه من الفايبرز اللي بتكونكت ما بين الفيرنكس اريا والبروكس اريا. الفايبرز دي اسمها اركوت فاسيكولس. الاركوت فاسيكولس دي ليها دور مهم جدا في الريبيتيشن. يعني ايه ريبيتيشن؟ يعني انا اقول لك قول كلمه معينه، قول مثلا اركوت فاسيكولس واعمل لها ريبيتيشن. انت عشان تقدر تعمل ريبيتيشن محتاج الى انتكت اركوت فاسيكولس. فالاركوت فاسيكولس فور ريبيتيشن، البروكس اريا فور موتور بلاننج، الفيرنكس اريا فور كومبريهنشن، الانجولار جايروس فور ريدنج. طيب كلام بقى انا عايز اوضحه هنا، انه السبوكن لانجويج ممكن تبقى افكتد بسبب سبب سنترال، ممكن يكون سبب بريفرال. اما تبقى المشكله سنترال بنسميها افيزيا. ا يعني نو ريزلت، فيزيا يعني سبيكينج، ديس ارثريا يعني في ديفيكولتي في الارتكليشن اوف ساوند. ده لما تكون مشكله في السبوكن لانجويج بريفرال، لان عندي ممكن يكون عندي مشكله في ان انا ابريديوس سبيتش، مشكله سنترال نتيجه انه التو سنترز دول اللي محتاجهم للسبوكن لانجويج، سواء البروكس اريا اتضرب او الفيرنكس اريا اتضرب، وغالبا هيتضربوا في ليفت ميدل سيربرال ارتري ستروك. ممكن واحد فيهم يتضرب والتاني لا، وممكن بالمناسبه الاثنين يتضربوا مع بعض فيما يسمى بالجلوبال افيزيا. فالسبب هنا سنترال، وما يكون السبب سنترال يأفكت السبيتش نسميه افيزيا. لكن ممكن يكون عندك مشكله في السبوكن لانجويج نتيجه ان انت عندك مشكله بريفرال، سواء في النيرف او اللور موتور نيرون او المصل، يؤدي ان يبقى في مشكله في السبيتش نتيجه ان انت مش قادر تعمل ارتكيليشن، ديس ارثريا. والديس ارثريا دي بالنسبه لنا يعني مش هنتكلم عنها بمحاضره النهارده، هنتكلم عن انواع الافيزيا او التايبس اوف افيزيا. طيب الحاجه برضو اللي انا عايز اوضحها هنا، انه اغلب انواع الافيزيا بيكون معاها اجرافيا. يعني ايه اجرافيا؟ ا يعني نو ريزلت، جرافيا يعني رايتنج، جرافيا يعني رايتنج، يعني في صعوبه في الرايتنج. كان بيشنت بيعرف يكتب، دلوقتي بقى عنده اجرافيا، في مشكله ان هو يكتب. لاغلب انواع الافيزيا بيكون معاها اجرافيا، لان البروكس اريا والفيرنكس اريا قلنا ان الفيرنكس مسؤوله عن الكومبريهنشن اوف سبوكن اند ريتن لانجويج، والبروكس اريا مسؤوله عن الموتور بلاننج اوف سبوكن اند ريتن لانجويج. فطبيعي جدا ان لما التو سنترز دول المهمين في السبوكن اند ريتن لانجويج يبقى في مشكله في ان انا ابروديوس سبيتش بسبب مشكله سنترال افيزيا، ويكون معاها اجرافيا. فاغلب التايبس اوف افيزيا بيكون معاها اجرافيا. طيب طيب حاجه برضو عايز اوضحها، اتكلمت دلوقتي عن الافيزيا وكلمت عن الاجرافيا، عايز اتكلم كمان عن حاجه اسمها اليكسيا. ما هو الاليكسيا؟
يعني نو ريزلت، وليكسيا يعني ريدنج، في مشكله في الريدنج. طيب احنا اتكلمنا عن الريدنج سنتر وقلنا اسمه ايه؟ اسمه انجولار جايروس. الانجولار جايروس ده لازم يوصل له معلومات من التو فيجوال كورتكس رايت وليفت، حتى انا جبت لك صوره توضح لك الكلام اللي انا بقوله، ان احنا بالنسبه للريدنج بتشوف وتوصل للتو فيجوال كورتكس رايت وليفت. الانجولار جايروس الموجود هنا في البرايت لوب لازم يوصل له المعلومات دي من الرايت والليفت. طيب الانجولار جايروس موجود في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت، فسهل جدا ان الليفت سيربرال فيجوال كورتكس في الاوكسيبيتال لوب توصل له المعلومات دي. طب المعلومات اللي هتوصل له من الرايت فيجوال كورتكس هتوصل له ازاي؟ من خلال الكوربس كالوزم، انهم جزء في الكوربس كالوزم البوستيرو بارت اللي اسمه السبلينيوم يوصل له المعلومات، فالمعلومات من الفيجوال كورتكس رايت وليفت يوصلوا للانجولار جايروس اللي هو الريدنج سنتر اللي موجود فيه ومتخزن فيه اللترز والوردز والنمبرز موجوده في الانجولار جايروس. الانجولار جايروس يبعت لي الفيرتكس اريا تفهم الكلام المكتوب، ولو عايز بعد كده تكتب من خلال البروكس اريا يبعت للتو موتور اريا رايت وليفت. طب الليفت هيروح لرايت ازاي؟ برضه من خلال الكوربس كالوزم لو انت عايز ترد سواء بالكتابه او بالكلام. طيب ليه بقول الكلام ده؟ لان عندنا في محاضره النهارده هنتكلم عن تو تايبس اوف اليكسيا، حاجه اسمها اليكسيا ويز اجرافيا، يعني لا بيعرف يقرا ولا يكتب نحو اميه على الرغم انه كان قبل كده بيقرا ويكتب، وحاجه اسمها بيور اليكسيا اسمها اليكسيا وزوت اجرافيا اللي بتشوفها مع الليفت بوسيور سيربرال ارتر ستروك. عندنا تو تايبس اوف اليكسيا دول هنتكلم عنهم في محاضره النهارده. لا بيعرف يقرا ولا يكتب محو اميه، حاجه اسمها جريسمان سندروم، دي بتكون ديو تو ليجن للانجولار جايروس الريدنج سنتر. وأليكسيا وزوت أجرافيا بعض كتب النيورو تقول عليها بيور أليكسيا، ودي بنشوفها مع الليجن للليفت لازم دومينانت بوسيرو سيربرال آرتر ستروك. الأنجولار جايروس لما تبقى أفكتد دي اللي متخزن فيها الليترز والكلمات اللي انت اتعلمتها موجوده في الانجولار جايروس. لما يبقى افكتد هيبقى عندك مشكله في الاثنين. الانجولار جايروس انت محتاجها فور ريدنج اند رايتنج. فما تبقى افكتد الانجولار جايروس يبقى عندك اليكسيا، عندك مشكله في الريدنج وكذلك مشكله في الرايتنج، اليكسيا ويز اجرافيا. الانجولار جايروس الاليكسيا وزوت الاليكسيا وز اجرافيا اللي هي بقول لك عليها محو اميه دي في الانجولار جايروس دي اسمها سندروم مهم عندنا ستيب 1 وستيب 2 اسمه جريسمان سندروم. ما بتجيش اليكسيا وز اجرافيا بس، ليه؟ لان اكتشفنا ان الانجولار جايروس دي ليها ثلاثه فانكشن تانيين مهمين لازم تكون عارفهم عن الانجولار جايروس. منهم تو فانكشن هقولها لك بالطريقة ما تنساهاش. لقينا ان الانجولار جايروس دي او عشان تفهم المعلومة او تحفظ المعلومة، الانجولار جايروس دي عارف العيل الصغير اما يجي لسه يتعلم ازاي يحسب في البداية هو لسه في الحضانة بيحسب ازاي على ايده، يعمل simple mathematical calculation تقول له 1+1 بيساوي كام، 1+2 بيساوي كام، 2+2 بيساوي كام، يعمل number processing او simple mathematical calculation دي بيستخدم صوابعه. فلقينا ان الانجولار جايروس is important for simple mathematical calculation فيما يسمى بالnumber processing، سواء تجمع او تطرح. بالاضافه ان لقينا ليها دور مهم في الفينجر recognition، ليها دور مهم للفينجر recognition. ثالث فانكشن الانجولار جايروس لقينا ان الانجولار جايروس ليها دور مهم في الليفت تو رايت اورينتيشن، بمعنى اجيب لك الجزمه قدامك واقول لك البسها، تلبس الجزمه الفرده اليمين في الرجل اليمين والفرده الشمال في الفرده الشمال، اديك جوانتي، الجوانتي فيه منه
واحده يمين واحده شمال، انك تلبس اليمين في اليمين والشمال في الشمال، ما تلبسش اليمين في الشمال والشمال في اليمين. الليفت تو رايت اورينتيشن مهمة برضو الانجولار جايروس. فلقينا ان التو الثلاثة فانكشن دول كمان وظيفة الانجولار جايروس، بالاضافة ان ليها دور، لان دي اللي بتخزن فيها الوردز والليترز والنمبرز، ليها دور مهم في الريدنج اند في الريدنج اند رايتنج. فيبقى فيها أليكسيا مشكلة في الريدنج، أجرافيا مشكلة في الرايتنج، بلس فينجر أجنوسيا يبص على صوابعه بس مش قادر يعمل لهم ريكوجنيشن، مشكلة في الكالكوليشن أكاليكولا، تقول له واحد زائد واحد بيساوي كام، واحد زائد اتنين بيساوي كام، ما يعرفش يحسبها. اديله جزمة أو جوانتي يلبس الفردة اليمين في الشمال والشمال في اليمين، دي اسمها left to right disorientation. أول ما شوف الكوليكشن ده من أربع حاجات، أليكسيا وز أجرافيا، أكاليكولا، left to right disorientation، finger أجنوزيا، أول ما شوف الكوكتيل لا على طول دليشن في الأنجولار جايروس اللي موجودة فين؟ موجودة في الليفت في الدومينانت هيمسفير. والسندروم ده اسمه جريسمان سندروم. طيب تحب بالمرة أقول لك الأليكسيا وزود أجرافيا، ونعتبر قلت لك اللي انت محتاجه عشان تفهم الأليكسيا وزود أجرافيا. كلمتك دلوقتي الأليكسيا وزود أجرافيا هتشوفها فين؟ في الجريسمان سندروم، ليش لمين؟ للأنجولار جايروس. طيب الأليكسيا وزود أجرافيا اللي بعد كتب النورو تقول عليها بيور أليكسيا، دي تحصل إمتى؟ لازم الستروك تكون بوستيريور سيربرال ارتر ستروك والليفت بوستيريور سيربرال ارتر ستروك. عرفتك ازاي دلوقتي تقرا تعمل ريدنج. الكلام اللي انت شايفه رايت وليفت فيجوال كورتكس، رايت هتعدي للليفت ازاي؟ من الاسفلينيوم بتاع الكوربس كلوسم، يروحوا للانجولار جايروس هنا عشان تقدر تعمل ريدنج. طيب انا حصل ستروك في الدومينانت في البوستيريور سيربرال ارتري في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت. البوستيريور سيربرال ارتري ده اللي بيدي للاوكسيبيتال كورتكس الموجود فيها الفيجوال كورتكس، هينتج عن الكلام ده فيجوال فيلد ديفكت، انا شرحته في المحاضره الثانيه نيورو اناتومي. معلش من خلال الشات قول لي لما البوستيريور سيربرال ارتري يحصل له اوكلوجن الفيجوال فيلد ديفكت اللي هيحصل هيبقى ايه؟ فيجوال فيلد ديفكت هيبقى كونترالاترال، واسمه كونترالاترال هيمونيمس هيميانوبيا. الدكتوره مريم مش فاكره غير كلمه وز ماكولار سبيرنج. ليه ماكولار سبيرنج؟ لان الماكولا بيجي لها دوال لا سبلاي من البوستيريور والميدل برانش من الميدل سيربرال ارتري، فيبقى في ماكولار سبيرنج. فالليفت بوستيريور سيربرال ارتري هيأفكت الاوكسيبيتال اريا وهيأفكت المعلومات او جزء من الفيجوال بروسيسنج باث واي اللي بتوصل للجزء ده او الاوكسيبيتال لوب دي. الاوكسيبيتال لوب دي المفروض انها بتشوف النص الفيجوال فيلد على نفس الناحيه كونترالاترال، يعني لو ده ليفت فالمفروض انها بتشوف النص الفيجوال فيلد في الناحيتين الرايت. انا مش هشرح فيجوال فيلد ديفكت من اول وتاني في محاضره النهارده، ارجع لمحاضره الفيجوال فيلد ديفكت. فهو عنده فيجوال فيلد ديفكت وان كان في البوستيريور سيربرال ارتري ستروك الماكولار سبيرنج الفيجوال فيلد ديفكت عندهم ما بقاش شديد قوي. ليه؟ لان الماكولا اللي اهم جزء في الفيجن السنترال فيجن وليها دور مهم في الفيجوال اكيوتي بتكون سبيرد، وانت عارف ليه بيكون سبيرد. بس دي مش قصتي، او ما هيش دي قصتي دلوقتي، او ممكن نقول ان في البوستير سيربرال ارتري ستروك البيشنت هيبقى عنده فيجوال فيلد ديفكت نوعه كونترالاترال هيمونيمس هيميانوبيا. حصل في الليفت بوستير سيربرال ارتري ستروك يبقى في رايت هيمونيمس هيميانوبيا ويز ماكولار سبيرنج. لكن اللي انا بشرحه دلوقتي ان لو حصل بوستير سيربرال ارتري ستروك دي في الدومينانت هيمسفير اللي هو الليفت، البيشنت هيبقى عنده
ما يسمى بأليكسيا وذوات أجرافيا، ما يعرفش يقرأ على الرغم إنه ممكن يكتب. أليكسيا بسبب إنه اللفت وستير سيربرال أرتري مش بتاخد بس الأوكسيبيتال كورتكس دي وفقط، ده بتاخد كمان الوستير بارت أوف كوربس كالوسم اللي اسمه سبلينيوم. فأصبح دلوقتي إن أنا عندي مشكلة في إن أنا أنقل الأنقل المعلومات اللي وصلت لي من هنا لي للانجولار جايروس الموجود هنا في الدومين التمسفير، بالاضافه ان الرايت اللي هي ما فيهاش مشكله في مشكله في انها تترانسفير الفيجوال انفورميشن دي للليفت سايد من خلال الكوربس كالوزم، لان الليشن هنا بتافكت السبلينيوم. فالبيشن ده عنده مشكله في الريدنج، عنده مشكله في الريدنج على الرغم بالنسبه للفيجن الفيجن يقدر هو شايف بس ما يقدرش يقرا الكلام اللي موجود قدامه كفيجن. هو عنده فيجوال فيلد ديفكت واخد نص الفيجوال فيلد ديفكت بس بسبب موضوع الماكلر سبيرنج ما بتبقاش سيفير قوي غير لما بيبقى فيه ماكلر افكشن. هو شايف بس مش قادر يقرا. ليه؟ بسبب ان مفيش معلومات من الفيجوال كورتكس بتوصل للريدنج سنتر اللي هو اللي هو الانجولار جايروس. بنقول عليها أليكسيا وزوت أجرافيا. وزوت أجرافيا لأن البيشن ده لو عايز يكتب كلمة موجودة دلوقتي في دماغه، عايز يكتب كلمة معينة، الكلمة دي يقدر إن هو يكتبها من خلال إنه يعمل موتور بلانينج، يعمل موتور بلانينج من خلال البروكس أريا اللي بتبعت للتو موتور كورتكس رايت ولفت، ويقدر يكتب لو عايز يكتب كلمة معينة يقدر يعمل لها رايتينج. يقول عليها أليكسيا وزوت أجرافيا مع مين؟ مع اكلوشن أو ستروك بصير سيربر أرتري، ولازم يكون في الدومينانت اللي فيه الأنجولار جايروس. أمنع المعلومات اللي بتوصل من الفيجوال كورتكس الأنجولار جايروس، فمش انت بقى عنده أليكسيا وزوت أجرافيا. لكن أليكسيا وز أجرافيا اسمها جريسمان سندروم. طيب أنا يعتبر دلوقتي شرحت اللانجوج سنترز والمعلومات اللي بتحتاجها بالنسبه للانجوج اللي هنحتاجها في طول محاضره النهارده. تعالى كده نعدي بسرعه على البروكس اريا. البروكس اريا هو لانجوج سنتر مش موجود غير في الدومينانت تيمسفير اللي هو الليفت، موجود في انهي لوب؟ موجود في الفرونتال لوب. عندي انذر لانجوج سنتر اسمه فيرنكس، جزء منه في التمبرال وجزء منه في البرايتال. والبروكس والبرايتال والفيرنكس الاثنين بقى افكتد مع الميدل سيربرال ارتر ستروك. انهي ميدل سيربرال ارتر ستروك؟ الليفت ميدل سيربرال ارتر ستروك. والريتنج سنتر اسمه انجولار جايروس، وده بيوصله معلومات من التو فيجوال كورتكس سواء رايت او ليفت. اتفقنا انه نسبه كبيره من الافيزيا بيكون معاها اجرافيا، لان البروكس والفيرنكس الاثنين ار امبورتنت في كومبرهنشن اند موتور بلانينج اوف سبوكن اند ريتن لانجويج. الافيزيا بتتقال على سنترال A section of speech، لكن البريفرال اسمها ديسارستريا، والديسارستريا مش موضوعنا في محاضرة النهاردة. لما يحصل affection للبروكس اريا، لما يحصل affection للبروكس اريا دي بنسميها expressive، بنقول عليها بروكس افيزيا. ليها اسمين تانيين، ليها اسم اسمه نون، بنقول عليها نون فلوينت افيزيا او expressive افيزيا. البروكس افيزيا ان انا عندي مشكله في البروكس اريا المسؤوله عن الموتور بلانينج. البيشنت ده من ساعات بتبقى من الكي وورد الموجوده في الكيس انه يقول لك ان البيشنت از فراستريتد بسبب انه اوير بالمشكله اللي عنده. البيشنت عنده انتكت فيرنكس اريا. الانتكت فيرنكس اريا بتخليه اما انت بتكلمه وفاهمك وفاهم الكلام اللي عايز يقوله بس مش قادر يترجمه، او مش قادر ان هو يرد عليك بسبب مشكله في الموتور بلانينج. فالبيشن ده بنقول عليه نون فلوينت، انه على الرغم انه بيكومبرهند الكلام اللي اتقال واللي عايز يقوله لانه مش قادر يترجمه الكلام
عنده نون فلوينت افيزيا، مش قادر يكسبرس هيم سيلف بسبيتش، ونقول ان اسمها بالاضافه لبروكس افيزيا اكسبرسيف افيزيا نون فلوينت افيزيا، وتبقى كي وورد في الكيس انه يقول لك ان البيشنت از فراستريتد بسبب انه اوير بمشكلته، هو فاهمه وفاهم اللي عايز يقوله بس مش قادر يقوله، مشكله في الموتور بلاننج في البروكس اريا. فانا ان اغلب الافيزيا بتكون معها اجرافيا لانه بيأفكت كمان الموتور بلانينج اوف ريت لانجويج، فيكون عنده اجرافيا. ساعات بتبقى كي وورد في كيس انه يقول لك ان البيشنت از فراستريتد بسبب انه هو عارف هو يقول لك ايه بس مش قادر يترجم الكلام ده لموتور سبيتش بسبب مشكله في الموتور بلانينج. ده اسمه بروكس افيزيا، ليه اسم ثاني نون فلوينت افيزيا، ليه اسم ثالث اكسبرسيف افيزيا. طيب لغايه دلوقتي في اي مشكله في الجزء اللي انا شرحته ده؟ احنا نشرح البرايتن لوب بعد كده ناخد بريك، او انا حابب ان انا اخلص مش قصة البلاس بلاي بس يا دكتورة مريم، لأنه البروكس والفيرنكس الاثنين are important for spoken and language and written language. يعني البروك الفيرنكس زي ما بيكمبرهند السبوكن لانجوج بيكمبرهند الريتن لانجوج، الكلام اللي انت بتقريه محتاج عشان تعمل له كومبرهنشن انتكت فيرتكس اريا، الكلام اللي انت هتكتبيه عشان تكتبيه محتاجه الى انتكت بروكس اريا، لانها بتبروجكت للتو موتور كورتكس وتساعدك في ان انت وتعمل موتور بلاننج للكلام اللي انت هتكتبيه. فالتو سنترز سواء بروكس او فيرنكس ار امبورتنت فور سبوكن اند ريتن لانجوج. تمام، اي اسئله تاني؟ طيب البرايتن لوب، البرايتن لوب لو جينا نبص على البرايتن لوب اتفقنا ان احنا عندنا هنا غيرس اسمه سالكس اسمه سنترال سالكس بيفصل ما بين الفرنت قدام والبرايتن اللي ورا. لو جينا نبص على البرايتن لوب هنلاقي ان احنا بنقسمها لحتتين، جزء اسمه سوبيريور برايتن لوبيول اللي هو ده، وجزء تحته اسمه انفيريور برايتن لوبيول اللي هو تحته ده. جبت لك صوره تانية توضح ده البرايتن لي البرايتن لوبيول برايتن لوب سوري بنقسمها لحتتين سوبيريور برايتن لوبيول اللي هي دي وانفيريور برايتن لوبيول تحتها. واضح كده في الانفيرو برايت اللي بيقول اهم حته في الانفيرو برايت اللوب هو الانجلر جايرس. اما اجي اتكلم عنها هتلاقيني بتكلم عن الجريسمان سندروم اللي اصلا ما عادش فيه كلام يتقال عنها، يعتبر قلت لك التيبكال كيس بتاعت الجريسمان سندروم اللي بتحصل ديو تو ليشن للانجلر جايرس. تعال ناخدها حته حته. السوبيريور برايت اللي بيقول انا نسيت بس اقول لك انه البرايت اللوب في جزء قبل، يعني الجزء ده كله بنسميه برايتال اسوسيشن كورتكس. نسيت اتكلم او اعتبر كلمت عنها قبل كده بس مش نتكلم عنها تاني، ان قبل البرايتال اسوسيشن كورتكس ده في الجايرس الموجوده ورا السنترال سيركس على طول اللي اسمها البوس سنترال سالكس. اتكلمت عنها، هنتكلم عنها بسرعه كده. بوس سنترال سالكس هي موجود فيها البرايمري سوماتو سنسوري كورتكس اريا 3 و1 و2، الاسندنج سنسوري انفورميشن اللي جايه من البريفرال ريسبتورز اللي بتسنس التاتش الفايبريشن بين اند تمبرشر بروبيوسبشن
كلها بتبروجكت من خلال الثالاموس للبرايمري تو سوماتوسنسري كورتكس. واتفقنا ان زيها زي الموتور كورتكس جسمك ريبريزنتد في السوماتوسنسري كورتكس متشعلة من رجليك، الرجل هنا وبعد كده الترانك الابر لمب الفيس في اللاترال هيمسفير. وبالتالي برضو على حسب الستروك حصلت فين، انتيريو سيربرال ارتري يبقى في كونتراليترال لوس سنسيشن في اللور لم، لو ميدل سيربرال ارتري ستروك احسن كونتراليترال لوس سنسيشن في الفيس والابر لم. تعال بقى نتكلم عن البوستيريور بارايتال او البارايتال اسوسيشن كورتكس. اتفقنا نقسمها لنصين، نص فوق ونص تحت. نص اللي فوق اسمه سوبيريو بارايتال لوبيول، والنص اللي تحت اسمه انفيريو بارايتال لوبيول. بص البارايتال اسوسيشن كورتكس دي سواء سوبيريو او انفيريو فيري هاي ييلد، السب 1 والسب 2 والاثنين عليهم اسئله في الورد. هما تو سندروم اللي دايما بيصرف كوشن بانك، ركز معايا فيهم لانهم فعلا مهمين وهاي ييلد وبتصرف السب 1 والسب 2. السوبيريو بارايتال لوبيول، لقينا ان السوبيريو بارايتال لوبيول اللي انا وريتك مكانها من شويه في الصوره، لقينا ليها هركز مع اهم ثلاثة فانكشن للبرايتال السوبيريو برايتال لوبيول. هركز مع اهم ثلاثة فانكشن للسوبيريو برايتال لوبيول. اول فانكشن السوبيريو برايتال لوبيول لقينا ليها رول في الموتور بلاننج للكومبلكس موفمنت، الموفمنت اللي محتاجه الى باترنينج اور اورجانيزيشن، الموفمنت او السكيلد موفمنت انت محتاج عشان تعملها تبقى عارف اوردر هتعمله عشان تقدر تعمل بيه هذه السكيلد موفمنت. الموتور بلاننج اوف فولنتري او سكيلد موفمنت ممكن تلاحظ ان احنا اتكلمنا عنه اكتر من مره لما احنا بنتكلم عن السيربيلم، قلنا ليه دور في الموتور بلاننج وان انا اعمل الحاجات اللي فيها اوردرنج. ليه برضو الموتور كورتكس، عارف البري موتور كورتكس دي ليها دور برضو في الموتور بلاننج. انا بعض كتب النيورو لما تتكلم عن البرو موتور كورتكس تقول لك ان البرو موتور كورتكس هي بري تسبق الموتور كورتكس كاناتوميك لوكيشن وتسبقها في الاوردر بتاع الفولنتري موفمنت، هي اللي بتجنريت الامبلس او بتعمل موتور بلاننج للفولنتري موفمنت اللي انت تعملها، والبري موتور اريا 6. السوبيريو بارايتال لوبيول ليها دور برضو مهم في الباترنينج والاكسكيوشن اوف اورجانيزد موفمنت سكيلد موفمنت اللي محتاجه الى اوردرنج. فده اول فانكشن. تاني فانكشن ان السوبيريو بارايتال لوبيول تعتبر احد الاسوسيشن اريا في السيربرال كورتكس. الاسوسيشن اريا اللي موجوده في السيربرال كورتكس بيجي لها انفورميشن من اكتر من مكان في السيربرال كورتكس، يعني ممكن يجي لها فيجوال انبوت او بيجي لها اكتر من انبوت من السيربرال كورتكس. في اسوسيشن كورتكس يجي لها اوديتوري كورتكس مع فيجوال كورتكس مع سنسوري كورتكس. هنا بالنسبه للسوبيريو بارايتال لوبيول تعتبر احد الاسوسيشن كورتكس الموجوده في السيربرال كورتكس، بيوصل لها انبوت فيجوال انبوت من الـ من الـ من الـ من الفيجوال كورتكس، وبيجي لها سنسوري انبوت من السوماتوسنسوري كورتكس. طب هدف الكلام ده ايه؟ ان يجي لها سنسوري انبوت وفيجوال انبوت. قال لك دي مسؤوله ان انت تعمل ريكوجنيشن ان انت تعمل ريكوجنيشن للاوبجكت باي تاتش، انت من خلال فيجوال انبوت من خلال سنسوري انبوت تقدر من خلال ان انت تعمل تاتش او تعرف ملمس الحاجات اللي حواليك او اللي انت ماسكها، ان ده قلم ده موبايل ده ماوس ده كيبورد، وتتخزن في الاسوسيشن كورتكس دي تخليك حتى لو انا طلبت منك ان انت تغمض عينك وديك الماوس ده تقدر من خلال المعلومات المتخزنه في الاسوسيشن كورتكس دي تعرف ان اللي في ايدك ده قلم، اللي في ايدك ده دبوس، اللي في ايدك ده موبايل. فانت تعمل ريكوجنيشن للاوبجكت محتاج الى الاسوسيشن كورتكس الموجوده في السوبيريور بارايتال اللي بيقولوا. ثالث فانكشن واللي تعتبر اهم فانكشن للسوبيريور بارايتال اللي بيقولوا ما يسمى بالسبيشال
السبيشال اورينتيشن. يعني ايه سبيشال اورينتيشن؟ لكن السبيشال اورينتيشن ان انت تقدر تعمل فورميشن ليور بادي ايمج، ايمج تقدر تعمل فورميشن ليور بادي ايمج، ان انت تبدا ان انت تبقى عندك اويرنس وريكوجنيشن ليور بادي ان سبيس. ان اديك ايدك اليمين اقول لك دي ايد مين، تقول لي ايدي. اديك ايدك الشمال تقول لي ايدي. ان انت ما تيجي تسرح شعرك تسرح اليمين وما تنساش الشمال. ان انت تيجي تحلق دقنك تحلق يمين والشمال. awareness and recognition of your body in space this special orientation مسؤول من السوبيرو بارايتال ليبيول. طيب معلومة كمان أقولها على موضوع السبيشال أورينتيشن دي، تفهم بعض الناس اللي بتحب تفهم ليه عشان يحصل ما يسمى بالهيمينجليكت سندروم لازم يحصل في النوندومينانت هيمسفير، وده الليجن الوحيد عندنا ستيب 1 وستيب 2 اللي هيقول لك ليجن أو ستروك في النوندومينانت هيمسفير في الرايت من السيربرال أرتري النوندومينانت هيمسفير. المعلومة دي مش موجودة عندك في الفيرست ايد، بس هتلاقيها بعض في كتب النيورو يقول لك انه الجزء من السوبيريور برايت الليبيول او برايت اللوب اللي مسؤول عن السبيشال اورينتيشن في الرايت اللي هو نون دومينانت هيمسفير ده مسؤول عن اويرنس للتو سايدز اوف يور بادي يمين وشمال، لكن في الدومينانت اللي هو الليفت ده مسؤول عن الاويرنس للكونترا لاترال فقط اللي هو اليمين. إذن معنى الكلام ده ان لو حصل ليجن الجزء المسؤول عن السبيشال اورينتيشن في الليفت في الدومينانت من عند الرايت بيجي له انفورميشن عن او مسؤول عن او بيقدر يعمل اويرنس للتو سايدز اوف يور بادي. لكن لما يحصل الليجن للبرايت اللوب في النون دومينانت هيمسفير اللي بيسؤول عن الاورنس للتو سايز اوف يور بادي هيتبقى لك مين؟ الليفت. يعني حصلت الليجن في النون دومينانت الرايت، الليفت هو اللي شغال وده بيأوير انهي جزء من يور بادي في الرايت. اذا الشخص اللي يحصل عنه ستروك في النون دومينانت الرايت برايت اللوب يبقى عنده هيمينجليكت سندروم. ممكن انت من خلال الشات تقول لي الشخص ده هيبقى يحصل عنده loss للrecognition والawareness لأنه جزء من his body للإبسيلاترال ولا contralateral؟ الcontralateral left side of his body. دي كيس يعشقوها في question bank sub 1 و sub 2. دي تالت مرة من أول ما بدأت أشرح لك النيورو أقول لك سؤال اسأل لي في الامتحان بتاعي بعد السؤال بتاع الدينسفلون، السؤال بتاع البرين ستيم كات سيكشن اللي جاب لي فيه علم لي على الابيوسنس النيوكليس وجاب لي فيشال باراليز. دي ثالث واحده فاكرها لغايه هذه اللحظه. وفي مره من المرات بشرح في السبتو شرحت نفس السؤال بتاعي بالظبط، لقيت واحد لسه جاي يعني انا بشرح له في السبتو وامتحن من سنه فاتت جاله نفس السؤال بتاعي، قال لي نفس السؤال اللي جالي وامتحن السبتو. هيمي نيكليكت سندروم يعشقوها في كوشن بانك سب 1 وسب 2 انه يحصل ليجن للبرايت اللوب في النون دومينانت هيمسفير. دومينانت هيمسفير مش انت يفقد الادراك والاويرنس بتاع الليفت سايد اوف هيز بادي، الكونترا لاترال سايد يفقد الاويرنس فيه. يقول لي ايه في الكيس بقى التيبكال كيس؟ يقول لي ايه ان الميشن ده يحط له الطبق ياكل اللي على اليمين ويسيب الشمال. البيشنت ده يسرح شعره اليمين وما يسرحش الشمال. البيشنت يحلق دقنه وشنبه ناحية اليمين ويسيب الشمال. المعلومة بقى اللي قلتها وانا بشرح لقيت واحد قال لي لسه جاي لي السؤال اللي في امتحاني لسه في امتحان من كام شهر، انه في تيست بيستخدموه ان هم يجيبوا ساعة مش مترقمة ويقول لي بيشنت رقم الساعة دي من الساعة 12 لغاية ما توصل تاني 12، تلاقيه يعمل نمبرنج للأرقام الموجودة ناحية الرايت سايد من الساعة والليفت ما يعملوش نمبرنج.
البيشنت ده يفقد الاورنس اللي موجود ناحيه الشمال. البيشنت ده لو اديت له ايدي الشمال تقول له ايد مين دي؟ ما اعرفهاش. في لوس للسبيشال اورينتيشن والاورنس اوف هيز بادي ان سبيس في الليفت سايد. الليجن مهم جدا. كلمه النون دوميننت الرايت. طيب تعال بقى نعرف هي يقول لي ايه في الكيس. السوبيري باريتال ليبيول لما يحصل فيها ليجن تفقد وظيفتها في انها تعمل اكسكيوشن لموفمنت محتاجه الى اوردرنج فيما يسمى بالابراكسيا. الابراكسيا اي يعني نوع براكسيا اكشن. السكيلد موفمنت محتاجه الى موتور بلاننج. على الرغم ان البيشنت ما عندوش ماسل باراليسيس البري موتور اريا اللي ليها دور برضه في الموتور بلاننج ما فيهاش مشكله والماسل سترينث ما فيهاش مشكله. وعلى الرغم من ان البيشنت عنده نورمال كوردينيشن ما فيش مشكله في السيربيلم ما فيش اتاكسيا ما فيش مشكله في الكوردينيشن. المشكله في السيربرو كورتكس في الاريا سوير برايت اللي بيقول اللي ليها دور مهم في الاكسكيوشن اوف سكيلد موفمنت اللي محتاجه الى باترنينج. استيريوجنوزيا البيشن ده حاول تدي له حاجه في ايده هو كان عنده قبل كده ادراك لايه الحاجه دي قبل الليجن تدي له الم يعرف ان ده الم موبايل يعرف ان ده موبايل البيشن تبقى عنده استيريوجنوزيا مش قادر يكوجنايز الاشياء بسبب ان الاريا اللي متخزن فيها المعلومات اللي انت كونتها through your experience من visual input مع sensory input فقدها فعنده مشكله في انه يدرك الاشياء استيريوجنوزيا. لكن الاهم بيشبهوها في كوشن بانك هو الهيمسبيشال نيجليكت سندروم. خد بالك في فرق ما بين استيريوجنوزيا واسوماتوجنوزيا. استيريوجنوزيا ادراك الاشياء الاوبجكت لكن الاسوماتوجنوزيا البيشنت مش قادر يدرك الليفت سايد اوف هيز بادي نتيجه ليشن في الرايت برايت اللوب. تبقى الكيس يقول لي في الكيس ان البيشنت بيسرح اليمين ما يسرحش الشمال يحلق دقنه اليمين ما يحلقش الشمال. البيشنت تيجي توريه ايده الشمال وشايفها بس مش مدرك انها تبعه. التست الشهير اللي بيجيبوه في كوشن بانك انه يقول لك ساعه وقول البيشنت يرقمها اما رقم اليمين وما رقمش الشمال ده كيس اوف سبيشال نيجليكت سندروم. على الانفيريو برايت اللي بيقول ما عنديش كلام اقوله على الانفيريو برايت اللي بيقول ليه؟ لان دول تو ارياز موجودين في الانفيريو برايت اللي بيقول الانجولار جايروس والسوبرا مارجنال جايروس. اللي يهمني الانجولار جايروس الريدنج سنتر اللي مهمه فور ريدنج اند رايتنج بالاضافه ان لقينا ليها ثلاثه فانكشن تانيين الكالكوليشن نمبر بروسيسنج فينجر ريكوجنيشن اند right to left orientation. وبالتالي اما يحصل فيها ليجن المره دي الليجن هتحصل في الرايت في النون دوميننت ولا الدوميننت؟ انا بتكلم عن ليجن لانجولار جايروس which is a language center. الليجن هنا هتحصل في الرايت ولا في الليفت؟ الاجابه هتحصل في الليفت برايت اللوب في الدوميننت برايت اللوب. ايه يقول لي ايه في الكيس؟ يقول لي البيشنت عنده أليكسيا وز أجرافيا. البيشنت عنده أليكسيا وز أجرافيا. البيشنت عنده أكاليكولا اتنين كام؟ معرفش يحسب. البيشنت عنده فينجر أجنوزيا. تيجي تدي له حاجة يلبسها يلبس الشمال في اليمين واليمين في الشمال فيما يسمى بالليفت رايت ديس أورينتيشن. يبقى عندي في البرايت اللوب ليشن كانت بتأفكت النون دومينانت هيمسفير الهيمنج ليفت سندروم افكشن للنون دومينانت برايت اللوب وليشن بتافكت الدومينانت او مش هتحصل في الدومينانت برايت اللوب وهو جريسمان سندروم. اسمها جريسمان سندروم الليشن هنا في الانجولار جايروس. طيب بالنسبه لبرايت اللوب في اي مشكله في برايت اللوب؟
لسه هشرح البيور أليكسيا كمان شوية. حاضر يا دكتورة غدير، لسه هشرح البيور أليكسيا كمان شوية. الأليكسيا بيقول عليها بيور أليكسيا، يعني مفيش أجرافيا. الموضوع الارياز اللي تبقى افكتد يا دكتوره هاله از ديبندنت على السيفيريتي اوف ستروك. يعني في اكستنسيف ستروك ممكن تاخد اغلب البلاس سبلاي بتاعت ال البلاس او الاريا بتاعت الميد سيربرال ارتير. بس الفكره ان التو سندروم اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، الهيمينجكتو سندروم والجراسم سندروم، ما ينفعش يحصلوا مع بعض. ليه؟ لان دي نون دومينانت وده دومينانت، يعني انت محتاجه في الشخص ده ان التو ميد سيربرال ارتري يحصل لهم ستروك الاثنين مع بعض. احنا قلنا يا دكتوره مريم، ان الرايت مسؤول عن الاورنس اوف بوست سايد اوف يور بادي، لكن اللفت فقط الكونترا لاترال اللي هو الرايت. وبالتالي لما يحصل ليجن في النون دومينانت هيمسفير اللي هو الرايت، عندك مشكله في الاورنس في البوست سايد، بس اللفت شغال اللي بيركوجنايز او بي اوير الرايت. فالمشكله دلوقتي اصبحت في مين؟ في اللفت. اذا ليشن في النون دومينانت برايت اللوب، في الرايت برايت اللوب، يبقى عندي مشكله في الكونترالاترال سايد اللي هو الليفت، عندي مشكله في الاويرنس اوف ذا ليفت. بالنسبه للسوبر برايت اللوب يا دكتوره احلام، قلنا ان ليه دور مهم في ان اكسكيوشن اوف سكيلد موفمنت اللي محتاجه الى باترنينج. لما يحصل فيها ليشن ينتج عن ذلك ابراكسيا، يعتبر في اريا اسوشيشن اريا، الاسوشيال اريا بيجي لها اكتر من انبوت تعملهم انتجريشن مع بعض. هنا فيجوال انبوت مع سنسوري انبوت تقدر من خلالها تعمل ريكوجنيشن للاوبجكت من خلال التاتش، فيحصل ليجن يؤدي يبقى في السيريولوزيا. وكلمت عن الهيمينجكت سندروم انه لو حصل ليجن في النون دومينانت رايت بارايتال لوب، عرفت دلوقتي عرفتك لسه قررت تاني ليه النون دومينانت ليه الرايت، الشخص ده يبقى عنده لوست للادراك، فقدان للادراك للليفت سايد اوف هيز بادي ان سبيس. تديله ايد الشمال ما يعرفهاش، يسرح شعره اليمين وما يسرحش ناحيه الشمال، يحلق ده اليمين وما يحلقش ناحيه الشمال. تديله ساعه يمليها، يملي اليمين وما يملاش الشمال، اسمه هيمي نيجلكت سندروم. التمبرال لوب، التمبرال لوب وجينا نبص على التمبرال لوب، هنلاقي الارياز اللي موجوده فيه البرايمري اوديتوري كورتكس اللي بيجي لها الاوديتوري انفورميشن من خلال الاوديتوري باسوي، واللي بيجي لها الانفورميشن بيجي لها بيكون بايلاترال بروجكشن من التو ايرز. وده السبب انه حصل فيها ليجن التمبرال لوب. الهيرنج لوس اللي هيحصل هيكون سلايت هيرنج لوس، لان التو ايرز بعد الاريا اللي اسمها الترابيزويد بادي اللي بيحصل فيها الكروسنج من بعد الترابيزويد بادي وحتى الاوديتوري كورتكس بيجي bilateral representation من التو ايرز. وبالتالي لو واحده اتضربت اللص اللي هي اللص اللي هيحصل هيكون سلايد، لان الناحيه الثانيه بيجي لها من التو ايرز. الاوديتوري اسوسيشن اريا، اتفقنا الاسوسيشن اريا او الاسوسيشن هنا بالنسبه للاوديتوري بتجف اللي انت سمعته مينينج، تقدر يعني انت هنا الاوديتوري كورتكس تسمع الصوت، لكن اللي بيديله مينينج اللي بيساعدك ان انت تعمل ريكوجنيشن ان ده صوت الشخص الفلاني او تدرك الصوت هو الاوديتوري اسوسيشن اريا. الاثنين مع بعض ما يلزمونوش قوي لو ييلد، مش هتشوف عليهم اسئله في الكوشن بانك. نرجع تاني للمهم، الفيرنكس اريا. الفيرنكس اريا اصلا جزء منها موجود ناحيه البرايتال وجزء موجود ناحيه التمبرال. الفيرنكس اريا
بس انا حضرتك هنا تبع التمبرال. الفيرنكس اريا المسؤوله عن الكومبريهنشن اوف سبوكن اند ريتن لانجوج. لو حصل فيها ليجن غالبا برضه ميدل سيرفر ارتري رايت ولا ليفت ليفت، البيشنت هيبقى عنده نوع من انواع الافيزيا اسمها فلوينت افيزيا. ليه سميناها او عليها فيرتكس افيزيا؟ ليها اسم ثاني فلوينت افيزيا. ليه سميناها فلوينت افيزيا؟ لان البيشنت ده بيتكلم فلوينتلي بس في نفس الوقت كلام ولا لي او معنى اصح بنقول عليه اي كلام الوورد سلاد. البيشنت بيقول كلام مش فاهمه. البيشنت على عكس البروكس اريا اللي كان بيبقى متضايق وعنده اويرنس بمشكلته، ده ما عندوش اي اويرنس بمشكله، وبالتالي ما بيبقاش فرستريتد واحد بيقول كلام بيقول عليه وورد سلاد. البيشنت بيتكلم فلوينتلي لان البروكس اريا الموتور اريا ما فيهاش مشكله، بس في نفس الوقت بيقول كلام لا هو فاهمه ولا اللي بيسمعه فاهمه، بيقول عليها فلوينت افيزيا فيرنكس اريا فيرنكس افيزيا. طيب معلومه برضو حابب ان انا اوضحها عشان هعمل لك تجميع دلوقتي لكل انواع الافيزيا. ما تنساش برضو ان البيشنت هيبقى عنده اجرافيا لانه عنده مشكله في انه يكومبرهند الكلام. عايز برضو اوضح لك هنا عشان نعمل تجميع كده لكل التايبس اوف افيزيا. بيحصل افكشن للبروكس اريا او الفيرنكس اريا، غالبا الليجن اللي هتأفكت البروكس اريا او الفيرنكس اريا هتاخد معاها حته من الاركود فاسيكلس، هتاخد معاها حته من الاركود فاسيكلس. يعني ممكن هنا نعيد ترتيب الكلام اللي احنا قلناه من الاول، ان البروكس اريا اغلب الافيزيا بيكون معاها اجرافيا، في مشكله في الرايتنج، بالاضافه هيكون عندهم مشكله في الريبيتيشن بور ريبيتيشن، لان الستروك اللي بتافكت البروكس اريا او البرنكس اريا غالبا هتاخد حته من الاركود فاسيكلس وتافكت الريبيتيشن، يبقى عندهم بور ريبيتيشن. ما عدا نوع من الافيزيا اسمها ترانسكورتيكال افيزيا ليها ثلاث انواع، موتور ترانسكورتيكال افيزيا، سنسوري ترانسكورتيكال افيزيا، وميكسد ترانسكورتيكال افيزيا. ايه هو الترانسكورتيكال افيزيا؟ الترانسكورتيكال افيزيا هي افيزيا نتيجه افكشن في الفرونتال لوب او حتى هنا في التمبرال او البرايتن لوب حوالين البروكس او الفيرنكس اريا. لما يكون حوالين البروكس اريا بنسميها موتور، لان البروكس مسؤول عن موتور بلاننج، موتور ترانسكورتيكال افيزيا. الليشن مش في البروكس اريا نفسها لكن حواليها في مكان ينبر الفيرنكس فانكشن. الفيرنكس نفسها ما فيهاش ليشن بس حصل ينبر لاتس فانكشن، هيبقى فيه مشكله برضه في الموتور بلاننج. او سنسوري ترانسكورتيكال افيزيا، مشكله نير باي او حوالين الفيرنكس اريا، على الرغم ان الليجن مش دايركت الفيرنكس اريا بس هتامبير اتس فانكشن، يبقى عنده مشكله في الكومبريهنشن، يبقى عنده فلوينت افيزيا. طيب ليه سمينا المصطلحات دي او استخدمناها؟ لانها تفرق عن البروكس والفيرنكس اريا انه مفيش افكشن لمين؟ للاركود فاسيكلوس. اذا اقدر اقول ان الموتور ترانسكورتيكال افيزيا تفرق عن البروكس افيزيا ان في جود ريبيتيشن، نو افكشن للريبيتيشن. كذلك السنسوري ترانسكورتيكال تفرق عن الفيرنكس اريا، ان الفيرنكس اريا فيه بور ريبيتيشن لان الليجن اللي تافكت الفيرنكس اريا هتاخد حته من الاركود فاسيكلس في بور ريبيتيشن، لكن السنسوري ترانسكورتيكال هتامبير فانكشن اوف فيرنكس اريا ومش هتافكت الاركود فاسيكلس، بيكون عندهم جود ريبيتيشن. طيب يبقى لي اخر تو تايبس اوف افيزيا،
الجلوبال افيزيا. الجلوبال افيزيا اما يكون فيه سيفير اكستنسيف ميدل سيربرال ارتري ستروك، ياخد الاخضر واليابس، ياخد البروكس والفيرنكس والاركود فاسيكلس الثلاثه مره واحده. فالبيشن ده لا يبقى عنده لا 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 عنده مش عنده مشكله في، هيبقى عنده مشكله في موتور بلاند، يبقى عنده مشكله في كومبرنشن، يبقى عنده بور ريبيتيشن. النوع الاخير اسمه ميكسد ترانسكورتيكال افيزيا. هي افيزيا تافكت تعمل موتور ترانسكورتيكال وسنسوري ترانسكورتيكال. تفرق ايه عن الجلوبال افيزيا؟ ان هيبقى في مشكله في الموتور بلاننج، في مشكله في الكومبرهنشن، بس جود ريبيتيشن. اذا ما يميز دايما كلمه ترانسكورتيكال ان في جود ريبيتيشن. حتى الولد حب ان هو يعملها لك بصوره كده لذيذه شويه، اوريها لك. حط كل انواع الافيزيا بالشكل اللي قدامك ده. مين اللي بيبقى معاه فلوينت سبيتش ومين اللي بيكون معاه نون فلوينت سبيتش، وعمل لك هنا خط. الخط اللي تحت ده فيه كل انواع الترانسكورتيكال. ترانسكورتيكال سنسوري اللي بتعمل فلوينت سبيتش زيها زي الفيرنكس اريا، وترانسكورتيكال موتور، والميكس الترانسكورتيكال. وقال لك ان اللي موجود تحت الخط دول اللي يميزهم عن اللي فوق ان في جود ريبيتيشن نو افكشن للاركود فاسيكلس. طيب قبل ما راجع كده بسرعه على كلام الموجود في البي دي اف، مش عارف انا قلتها ولا لا، ان ما يحصل ليجن للاركود في ممكن في ليجن ما تعملش افكشن للبروكس ولا الفيرنكس، بس تأفكت الاركود فاسيكلس اونلي. بنسميها كوندكتيف افيسيا. حصل ديسربشن للفايبرز اللي بتعمل كونكشن ما بين الفيرنكس والبروكس، بنسميها كوندكتيف افيسيا. ده مشكلته ما تبقى ايه؟ هتبقى مشكله في الريبيتيشن، بور ريبيتيشن. طيب منين نعمل تجميع كده لكل انواع الافيزيا؟ هنلاقي انه اول نوع هو الكوندكتيف افيزيا. مشكله فين؟ مشكله في الاركود فاسيكلس. البيشنت ما عندوش مشكله في السبيتش، عنده فلوينت سبيتش، عنده انتكت كومبرنشن، لكن مشكلته في الريبيتيشن، بور ريبيتيشن with many word finding pauses. بسبب ان في مشكله في البور، مشكله في الريبيتيشن. جلوبال افيسيا كل التو لانجويج سنتر مع الاركود فاسيكلس هيبقوا افكتد. فلا في فلوينت سبيتش ولا في كومبرنشن وفي بور ريبيتيشن. الترانس كورتيكال والترانس ترانس كورتيكال موتور سنسوري، هيبقى الموتور هيبقى فيه افكشن هيبقى فيه نون فلوينت افيسيا. او ممكن نقول ان الترانس كورتيكال تفرق عن البروكس اريا، عن البروكس افيزيا، ان او الاثنين بيكون فيهم الاثنين بيكون فيهم نون فلوينت سبيتش، بس البروكس بيكون فيه بور ريبيتيشن، هنا فيه انتكت ريبيتيشن. الترانس كورتيكال سنسوري الاثنين بيأفكت كومبرهنشن، في بور كومبرهنشن، بيشنت بيكون عنده فلوينت سبيتش، بس الفرق ان الفيرنكس بيكون فيه بور ريبيتيشن لكن الترانس كورتيكال انتكت ريبيتيشن. الميكسد ترانس كورتيكال يفرق عن الجلوبال افيزيا ان الميكسد بيبقى فيه انتكت ريبيتيشن لكن لكن الجلوبال بيكون كل الثلاثه اتضربوا نون فلوينت سبيتش، مش بور كومبرهنشن مع بور ريبيتيشن. طيب اخر حاجه قبل ما ناخد بريك، الاوكسيبيتال لوب. الاوكسيبيتال لوب دي اللي فيها الفيجوال كورتكس اللي وصل لها الفيجوال انفورميشن. لو حصل لها لو حصل افكشن للفيجوال كورتكس ديو تو بوستيرير سيربرال ارتري اوكلوجن اللي بيدي بلاد سبلاي للأوكسيبيتال لوب هو البوستيرير سيربرال آرتري، هينتج عن ذلك فيجوال فيلد ديفكت كان اسمه كونترا لاترال هيمونيموس هيمي انوبيا. كونترا لاترال هيمونيموس هيمي انوبيا، واتفقنا ان هيبقى فيه ماكلر سبيرنج. ليه فيه ماكلر سبيرنج؟ لان الماكلا بيجي لها باي لاترال بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري وبوستير سيربرال ارتري. لو بوستير سيربرال ارتري حصل فيه اوكلوجن لسه بيجي لها بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري، ففي ماكلر سبيرنج. اسوشيشن اريا اسمها فيجوال اسوشيشن اريا،
دي المكان اللي بيدي للكلام اللي انت بتشوفه مينينج، ده الاريا اللي بيحصل فيها فيجوال بروسيسنج، المعلومات من التو ايز يبقوا سنجل فيوزد ايمج وتشوفها في الاناتوم في النورمال اورينتيشن بتاعتها، مش انفيرتد زي ما حصل في الريتنا نتيجه وجود اللينس، هو الفيجوال اسوسيشن اريا. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه هو الاليكسيا وزوت اجرافيا. لكن الاليكسيا وزوت اجرافيا دي يعني لما نتكلم عن بوسير سيربرال ارتري، اول سؤال هتساله لي انت بتتكلم عن بوسير سيربرال ارتري اوكلوجن في الرايت ولا ليفت، هقول لك تفرق، هتقول لي اه تفرق، لان لما تقول لي رايت بوسير سيربرال ارتري مش هتخليني اتكلم كتير، اقوم قايل لك البيشنت ده عنده كونترا لاترال يعني في الليفت، هرموني مسهيمي انوبيا اللي هي في الصوره دي، حصل الليشن هنا، حصل الليشن هنا في الليفت، نص الفيجوال فيلد ناحيه الرايت هنا وهنا، وذ ماكلر سبيرنج الماكلا سبيرد، ده اللي هتشوفه عند الفيجن ده. لكن لما تقول لي الليفت تو بوسير سيربرال ارتري اوكلوجن هزود لك عليها ان الفيجن ده هيبقى عنده بيور اليكسيا، اليكسيا وزوت اجرافيا. ايه هو الاليكسيا وزوت اجرافيا؟ يعتبر شرحته لك انه المعلومات اللي بشوفها بالعينتين لازم يروحوا للريدنج سنتر اللي اسمه الانجولار جايروس، هي موجوده ناحيه اللفت في الدونا تيمسفير، فالفيجوال كورتكس دي المفروض انها توصل للانجولار جايروس. حصل لفت مسير سيربرال ارتري اوكلوجن يعني الفيجوال كورتكس دي عندي فيها مشكله انها تبعت انفورميشن للانجولار جايروس. طيب ما انا رايت عندي سليمه، بس المشكله في الكونكشن ما بين تو سيربرال كورتكس والكوربس كالوزم، المسير بارت بتاعه اسمه السلينيوم بيبقى افكتد نتيجه اللفت مسير سيربرال ارتري اوكلوجن، فعندي مشكله في ان المعلومات دي تروح للانجولار جايروس، فالبيشن ده يبقى عنده مشكله في الريدنج، لان الكونكشن ما بين تو فيجوال كورتكس والانجولار جايروس بقى ديسكونكتد، بنعتبرها تايب من الديسكونكت سندروم، ان المعلومات الموجوده في الرايت توصل الليفت انجلر جايروس، فالبيشن دول يكون عندهم اليكسيا وزود اجرافيا. لو عايز يكتب عنده انتكت فيرنكس وبروكس اريا، البروكس اريا بتبعت للتو موتور اريا بتاع الهاند، ممكن يكتب، لكن عنده مشكله في ريدنج اليكسيا وزود اجرافيا، لازم في الليفت بوستير سيربرال ارتري ستروك، ودي بنعتبرها تايب من ديسكونكت سندروم، لان الليفت بوستير سيربرال ارتري بياخد جزء من الكوربس كالوزم اللي اسمه السبلينيوم. طيب انا خلصت كده النص الاولاني من محاضره النهارده، حد عنده اي اسئله قبل ما ناخد بريك؟ الاليكسيا وزوت اجرافيا يا دكتوره غدير، عشان اتكلم عنها ابقى عارف ان انا بتكلم عن الليفت بوسير سيربرال ارتري ستروك. الليفت بوسير سيربرال ارتري ستروك ده هيأفكت الفيجوال كورتكس دي، فالمعلومات اللي بتوصل لها مش هتوصل للليدنج سنتر اللي اسمه الانجلر جايروس، في حين ان الرايت فيجوال كورتكس از انتكت، بس في هنا ديسكونكت سندروم، انه الوسيله اللي من خلالها كانت بتروح للانجلر جايروس هو من خلال الكوربس كالوسا، والليفت بوستير سيربرال ارتري بياخد الجزء البوستير من الكوربس كالوسم اللي اسمه اللي من خلاله كان بتعدي الفيجوال انفورميشن تروح للانجلر جايروس، فبالتالي مفيش فيجوال انفورميشن من التو فيجوال كورتكس بتوصل للانجلر جايروس، فالبيشنت يبقى عنده اليكسيا، اليكسيا وزاوت اجرافيا، لانه عايز يكتب حاجه دلوقتي عنده انتكت كومبريهنشن للريتن لانجوج والموتور لانجوج، يبعت والموتور المسؤول عن موتور بلاننج بروجكت للتو موتور كورتكس، وعايز يكتب دلوقتي كلمه ممكن يكتبها، لكن عنده مشكله في انه يوصل الفيجوال انبوت من التو كورتكس للريدنج سنتر اللي هو الانجولار جايروس، اسمها اليكسيا وزوت اجرافيا، مش هتشوفها غير مع الليفت بوستير سيربرال ارتري ستروك. طيب ناخد بريك بقى بسرعه كده 10 دقائق، وبعد البريك
نكمل إن شاء الله. طيب الجزء اللي بعد كده هنتكلم فيه عن البلاد سبلاي والسيربرال كورتكس. السيربرال فولس اتكلمنا عنها اكتر من مره قبل كده، احنا بنتكلم عن البرين ستيم فاسكولار سندروم. جه الوقت ان احنا نتكلم فيه عن البلاد سبلاي والسيربرال كورتكس. اشرح لك نفس الشرح اللي شرحته لك قبل كده وانا بتكلم عن البرين ستيم فاسكولار سندروم، بس مش هطول في الشرح في البوستير سيركيليشن لان انا شرحتها قبل كده مع البرين ستيم فاسكولار سندروم. انا كنت بقول لك بالنسبه للسيركل اوف فولس دي بنقسمها لتو سيركيليشن، انتيرو سيركيليشن وبوستيرو سيركيليشن. البوستيرو سيركيليشن دي بيقول عليها فيرتيبرو باسلر سيستم، والانتيرو سيركيليشن دي بيقول عليها كاروتيد سيستم. وقلنا ان البوستيرو سيركيليشن اللي هي دي المسؤوله عن بلاس سبلاي اوف سيربيلم اند برين ستيم. وكنا بنقول ان البوستيرو سيركيليشن دي او الفيرتيبرو حتى الانتيرو سيركيليشن الاثنين طالعين من برانشز من الاورتيك ارش. هنبتدي الاول بوستيرو سيركيليشن اشرحها لك كده بسرعه تبقى سمعتها ما اعرفش المره كام، وبرده حتى انا شرحت لك الانتيرو سيركيليشن برده يعني كاننا بنراجع مع بعض. كنا قلنا ان البوستير سيركيليشن او الفيرتيبرو باسلر سيركيليشن عباره عن تو فيرتيبرال ارتري بيطلعوا منين لو انت فاكر من السبكليفيان ارتري، انت عندك رايت وليفت سبكليفيان، يطلع منهم تو فيرتيبرال ارتريز الاثنين بيطلعوا من خلال الفورامن ماجنوم لغايه ما يتقابلوا في اللور بونز، وعند اللور بونز بيتحدوا ويعملوا الباسلر سيستم، بس بنحسبها فيرتيبرو باسلر سيستم. التو فيرتيبرال ارتري اول برانش هنتكلم عنه، التو فيرتيبرال ارتري يدو ارتري اسمه anterior spinal artery، وده اللي بيدي لللور مضله. anterior spinal artery اهو بيدي لللور بيدي للميديال بيدي للميديال مضله، بالاضافه ل البرانشز برضه بتطلع من الفيرتيبرال ارتري، ارتري اسمه بايكا رايت وليفت، واضح كده من اسمه بصير الفيرو سيربلر ارتري، بيدي بالاضافه لللاترال المضله هيدي كمان اسمه بايكا سيربلر، بيدي كمان للسيربلم. فكده اتكلمنا على بلاس سبلاي اوف مضله، ميديا المضله انتيرو سبينال ارتري، لاترال المضله البايكا. بعد كده الاثنين اتحدوا مع بعض عند اللور بونز ودوا البازلر ارتري. نبدا نتكلم على البرانشز اوف بازلر ارتري. الايكا اللي هو انتيريور انفيروس سيربلر ارتري، وفوق خالص عندي السيبير سيربلر ارتريس. وقلنا ان الاثنين دول الايكا والسيبير سيربلر ارتريس الاثنين دول بيبدوا اللاترال بونز. طيب الميديال بونز ان البازلر ارتري بعد ما تكون في بارا ميديال بونتاين برانشز اللي بتدي للميديال بونز. اذا الميديال بونز بارا ميديال بونتاين برانشز واللاترال لاترال بونز ما بين السوبيريور سيربلر ارتري والايكا، والاهم مكان هو الايكا. طيب يبقى لي ايه الميد برين، سواء ميديال او لاترال ميد برين، دول بيجي لهم برانشز من البوستيريور سيربلر ارتري. وانا بنقول ان الفيرتيبرو باسلر سيستم ده بينتهي باند ارتري وهو البوستيريور سيربلر ارتري. البوستيريور سيربلر ارتري بالاضافه ان بيدي للميد برين سواء ميديال او لاترال ميد برين، دول كمان اللي بيدوا الاكسيبيتال لوب. ما احنا عندنا سيربرال كورتكس فيه تو ميجور سيربرال بلاد سبلاي، الانتيريور سيربلر ارتري، الميدل سيربرال ارتري، والبوستيريور سيربلر ارتري. والبوستيريور سيربلر ارتري بالاضافه ان بيدي للميد برين سواء ميديال او لاترال ميد برين، بيدي كمان للاوكسيبيتال لوب اوف سيربرال كورتكس. ده بالنسبه للفيرتيبرو باسلر سيستم او البوستيريور سيركيليشن. نبدا بقى نتكلم عن الانتيريور سيركيليشن. الانتيريور سيركيليشن بدايتها مين؟ الانترنال كاروتيد ارتري، بيطلع من خلال كاروتيد كانال. اول حاجه بتقابله عند البيس اوف سكال مين؟ كافيرنس ساينس. كان في كافيرنس بارت للانترنال كاروتيد. في الكافيرنس بارت ده بيدي ثلاثه برانشز، ارتري اسمه اوبسالميك ارتري، هيبقى مهم بالنسبه لي بعدين في البصولش لما اجي نتكلم عن حاجه اسمها ترانزينت اسكيميك اتاك. ان ترانزينت اسكيميك اتاك دي ممكن تشوف حاجه اسمها اموروزس فيوجس، ان استرومس بلاك من الانترنال كاروتيد تروح تقفل الاوبسالميك ارتري
وتعمل حاجه اسمها اموروزس فيوجس، هنبقى نتكلم عنها في الباثولوجي. وبيدي برانش اسمه انتيريو كورويدال ارتري، لكن تاني برانش اسمه بوستيريو كوميونيكيتنج ارتري، وده اللي بيعمل كوميونيكيشن ما بين الانتيريو سيركليشن والبوستيريو سيركليشن عشان يعمل لي ما يسمى بالسيركل اوف ويلس. بوستيريو كوميونيكيتنج ارتري ده برانش من الانترنال كاروتيد، بيطلع في الكافيرنس بارت، من الكافيرنس بارت اوف انترنال كاروتيد، وبيعمل كوميونيكيشن ما بين تو كاروتيد ارتري وهي الفيرتبرو بازلر سيستم من خلال البوستيريو سيربرال ارتري. يعني البوستيريو كوميونيكيشن ده بيكونكت ما بين الانترنال كاروتيد والبوستيريو سيربرال ارتريز. طيب بعد ما بدي الثلاثه برانشز دول في الكافيرنس بارت اوف او في الكافيرنس ساينس، بعد كده بدي تو اند برانشز، ده الانتيريو سيربرال ارتري اللي هو ده، والميدل سيربرال ارتري اللي هو ده. Anterior cerebral artery right to left و middle cerebral artery right to left. middle cerebral artery في هنا مجموعة من البرانشز مهمة جدا انت تبقى عارفها، اسمها lenticular striate artery. دي بتطلع، دي برانشز بتطلع منين؟ من middle cerebral artery. ده الميدل سيربرال ارتري اهو، بعد ما طلع من الانترنال كاروتيد بيطلع منه لينتيكولو ستريت ارتري. واضح كده من الاسم انها بتروح تدي الايه، لينتيكولو ستريت، ده الميز الجانجلي النوكليال. اللينتيكولو ستريت ارتري او اللينتيكولو ستريت برانشز من الميدل سيربرال ارتري بيبقى عليها ديب بنتريتنج برانشز، بنتريت ديبلي في السيربرا كورتكس، وبتدي لأكتر من ستراكشر، من اسمها الانتيكلوستريت، يعني بتدي البيز الكانجريا، بس بتدي بالإضافة كمان البيز الكانجريا بتدي للإنترنال كبسول، وبتدي كمان للسرمس. طيب إيه أهمية الانتيكلوستريت أرتري؟ إنها سمول برانشز، سمول برانشز دي أت ريسك إنها تتقفل من خلال لو انت الناس اللي حضرت معايا كارديو، كنا بنقول ان السمول ارتريز او الارتريولز دي في طريقتين مشهورين لقفلها، حاجه اسمها لايبو هايلونوزس وحاجه اسمها هايبرتنسيف ارتريولو سكلروزس، ان يكون مايكرو اسروما ديو تو سيفير هايبرتنشن، او لايبو هايلونوزس ديو تو دايابيتس ميليتس، او هايبرتنسيف ارتريولو سكلروزس ان يكون مايكرو اسروما ديو تو سيفير او مالجننت هايبرتنشن. البيشنت عندهم دايابيتس ميليتس، السمول ارترز او الارتريولز بتاعتهم تبقى افكتد، ان الهاي بلاد جلوكوز ليفل الموجود في البلاد بيبدا يعمل في البلاد فيزل وول والاندوثيليوم ما يسمى بالنون انزيماتيك جلايكوزيليشن. نون انزيماتيك جلايكوزيليشن للاندوثيليوم، نون انزيماتيك جلايكوزيليشن ان الهاي بلاد جلوكوز ده يمسك في البروتين اللي موجود في البلاد فيزل وول من غير ما يحتاج انزيم. المشكله ان ده بيؤدي ان بيزود الفاسكولار بيربيابيليتي اوف ذيس سمول بلاد فيزلز، بيزود البيربيابيليتي بتاعتها الايه للبلازما بروتين، وابدا اشوف بلازما بروتين في البلاد فيزل وول. بدل ما البلاد فيزل وول كان الكاليبر بتاعه والديامتر بتاعه كان بالمنظر ده، نتيجه انه يحصل ديبوزيشن للهايلاين والبلازما بروتين في الوول يبدا يصغر، الكاليبر بتاع الارت بتاع السمول ارتريول بقى بالمنظر ده، ده ما يسمى باللايبو هايلونوزس بيحصل في الدايابيتس ميليتس. تاني حاجة هو السيفير هايبرتنشن، مالجننت هايبرتنشن، يحصل هايبرتنسيف ارتريولوسكلروزس نتيجة ان السيفير هايبرتنشن بيعمل انتري في الانتما. احنا عندنا بلاد فيسل وول بنقسمه الاول لير اسمها انتما، وتاني لير اسمها ميديا، واخر لير اسمها ادفنتيشيا. السيفير هايبرتنشن الشيرنج ستريس بتاع الهايبرتنشن ده بيعمل انتري للانتما، نتيجه الانجري اوف انتما يبدا يكون استروماتوس بلاك في الوول، ويكون مايكرو استروما برضو تقلل الكاليبر بتاع البلاد فيسل وول. ففي كلا الحالتين انت عملت ناروينج للبلاد فيسل واصلا ارتريول سمول بلاد فيسل، فيكون النتيجه ايه؟
انت تقفل السمول بلاستس دي ويتكون ما يسمى بايه؟ باللاكنر انفاركت، لاكنر ستروك. سمعت الاسم ده قبل كده؟ اللاكنر ستروك، او بتحصل في السمول ارتريوز زي الانتيكلوستريت ارتري، سواء في بيشنت عنده دايبيتس ميليدس او بيشنت عنده مالجنانت هايبرتنشن، سواء يحصل لايبو غيروز ديو تو دايبيتس او مايكرو اسروما في بيشنت عنده مالجنانت هايبرتنشن. بنسميها لاكنر ستروك لان الاشخاص اللي بيجي لهم ستروك من النوع ده، لو حصل على سبيل المثال دس وجيت تاخد البريم بتاعه وتبص عليه، هتلاقي في البوست مورتم بريم بتاعه ارياس شبه الليكس، سموها لاكيونز اللاتين ليكس، زي بحيره. ليه؟ لان كلنا عارفين ان البرين اما بيحصل له انفاركشن برين تشو يحصل له دس، بيحصل هيلينج بحاجه اسمها جلايوسس. تبص على المكان اللي حصل فيه انفاركشن، اما بتيجي الاستروسايتس وبتعمل الجلايوسس ده تلاقي فيه سيستيك سبيسز سراوندد ويز سكار، والمكان السيستيك ده بيبقى فيلد ويز سي اس اف. فاللي شاف المنظر ده قال لك سيستيك سبيس في برين تشو وجواه سي اس اف في شبه الليكس، ام سميها لاكنر ستروك. اللاكنر ستروك دي السبب ايه اهميتها؟ ان اللاكنر ستروك في اللينتيكولار ستريت ارتري ممكن ينتج عنها تو تايبس اوف ستروكس ليهم شكل مميز في الكيس. ممكن تكون بيور سنسوري ستروك او بيور موتور ستروك. ممكن يحصل بيور سنسوري ستروك نتيجة ان يحصل اكلوجن للسمول بلاد فيسس اللي بتدي للسالاموس، الفنترو بصيره لاترال والفنترو بصيره ميديال. فالبيشنت يحصل عنده بيور سنسوري لوس يؤدي ان يحصل كونترا لاترال لوس لكل السنسيشن في الكونترا لاترال بادي اند فيس. دي اتكلمنا عنها، حد فاكر كان السندروم ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه السندروم ده؟ اللي كان ممكن بعدها بكام سنه او بكام شهر يبدا يحصل ريجين للسنسيشن بس ان ابنورمال واي، ينتج عن ذلك حاجه اسمها الودونيا. البيشنت من فاين تاتش او لايت تاتش يحس بسيفير بين، اللي كان اسمها سلامك سندروم. ففي كيس موجوده في اليورد لينك تو لينكد كويشن اللي هم الاسئله بتيجي ورا بعض، جايب لك كيس تشخص الكيس السؤال الاولاني تشخص بيه ان ده سلامك سندروم بيور سنس سندروم، النص الثاني من جسمه سواء بادي او فيس حصل فيه لوس لكل سنسيشن وزود موتور افكشن اسمها سلامك سندروم. الكيس اللي بعدها قال لك احنا خدنا بوست مورتم بايوبسي للبريم بتاع الشخص ده، لقينا فيه لاكنر انفارد في السلامس، لقينا فيه سيستك، لقينا فيه سيستك سبيسز فيلد ويز كلير فلويد في السالاموس، عامله افكشن للبوستيرو لاترال والبوستيرو ميديال نيوكليس. وسالك ايه اللي ممكن يكون عامل الكلام ده؟ وقال لك هايبرتنسيف ارتيريوسكلوزس. ايه لو المانع انه يجيب لك سؤال ثاني ويقول لك دايبيتس ميليتس انديوس لايبو هايالينوسس، فدي اسمها لاكنر انفاركت. فده اول حاجه، اول كيس مميزه لاكنر انفاركت. تاني كيس مميزه هشرحها لك كمان شويه لما اجي اتكلم عن الانترنال كبسول، ان المره دي هيجيب لك بيور موتور ستروك. بيشنت عنده موتور افكشن لكونترالاتيرال سايد اوف هيز بادي، هيميبليجيا نص جسمه وزاوت سنسوري افكشن وزاوت كورتيكال ساينس. اما الاقي بيور موتور افكشن وزاوت سنسوري افكشن وزاوت كورتيكال ساين، افكر ان ممكن يكون حصل الليجن تحت الكورتكس في الانترنال كبسول، لان الانترنال كبسول بتعدي فيه الكورتيكو سباينال تراكت وزاوت سنسوري افكشن وزاوت كورتيكال ساين. اصلا ايه كورتيكال ساين؟ ان البيشنت عنده ستروك ان يبقى فيه هيمبليجيا شال نصفي عنده وزاوت افيزيا وزاوت فيجوال فيلد ديفكت وزاوت بروبلم في الكونجكت جيز قلنا وزاوت افيزيا. ففكر في ستروك افكت كورتيكو سباينال تراكت المعديه في الانترنال كبسول.
طيب اخر حاجه هنا بالنسبه للسيركل اوف ويلس، ان احنا قلنا عليها سيركل اوف ويلس لان التو anterior سيربرال ارتري في ما بينهم كوميونيكيشن خلال anterior communicating artery، والميدل سيربرال ارتري في كوميونيكيشن ما بينهم وبين posterior سيربرال ارتري خلال posterior communicating artery. المميز للتو communicating artery دول ان دول اشهر اماكن بيتكون فيهم ما يسمى بالبري انوريزم. انوريزم بالون لايك دايليتيشن يطلع الموست كومن سايت هو الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري. عند المكان اللي عند المكان ده اشمعنى؟ قال لك في بصومه انه المكان بتاع الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري اللي بيتحد فيه مع الانتيرو سيربرال ارتري فيه لاك للميديا. البلاد فيسل وول لما نبص عليه نلاقي فيه انتما والسموث ماسل ميديا والبنتيشا. المكان ده ويك بسبب ان في لاك للميديا تؤدي انه مع شويه بريشر يحصل بالون لاك ديليتيشن ويتكون انوريزم اسمها بيري انوريزم. اشهر سايت للبيري انوريزم اللي هو انوريزم في البرين هو الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري ومعاه كمان البوستيرو كوميونيكيتنج ارتري. المشكله ان هم ات ريسك انه مع الان كنترول هايبرتنشن يحصل منهم رابتشر ويحصل سب اركنويد هابرج. طيب لما نيجي نبص بقى على البرين هنبص لاترال سيرفيس وميديا سيرفيس وتعال نوزع كده البلاد سبلاي، هنلاقي ان اغلب البلاد سبلاي اوف لاترال سيربرال كورتكس هو الميدل سيربرال ارتري. الميدل سيربرال ارتري واخد اغلب الفرونتال، واخد اغلب البرايتال، واخد السوبيريور تمبرال. في اللاترال سيرفيس هو الميدل سيربرال ارتري، الميدل سيربرال ارتري. في حين ان في الميديال سيرفيس هنلاقي ان اغلب الميديال سيرفيس فرونتال وبارايتال بيجي لهم بلاد سبلاي من الانتيرور سيربرال ارتري. طيب البوستيرور سيربرال طيب انا بتكلم عن البوستيرور سيربرال ارتري، يبقى الانتيرور سيربرال ارتري واخد الفرونتال والبارايتال في الميديال سيرفيس. طيب الانتيرو سيربرال ارتري كمان بيدي بلاد سبلاي للسوبيريور بارت اوف فرونتال لوب، يعني هو بيدي الميديال وام كمل ناحيه السوبيريور بارت اوف فرونتال لوب، هتلاقي اللون الاصفر اللي هو الانتيرور اللي هو الانتيرور الانتيرور سيربرال ارتري. طيب ده بالنسبه للانتيرور والميدل سيربرال ارتري. بقى لي ايه البوستيرور سيربرال ارتري؟ البوستيرور سيربرال ارتري بالنسبه ل اللاترال سيرفيس واخد الاوكسيبيتال لوب بالاضافه للانفيرور تمبرال لوب، ده بيجي له بلس سبلاي من البوستيرور سيربرال ارتري والاوكسيبيتال لوب من الميديال سيرفيس بوستيرور سيربرال ارتري. يبقى الميدل سيربرال ارتري اغلب اللاترال هيمسفير، فرانتال وتمبرال وابر فرانتال وبريتال والابر تمبرال او سبيرو تمبرال. الانتيرو سيربرال ارتري اغلب الميديال واخد سبيرو بارت اوف فرانتال وجزء من البريتال. اما البوستيرو سيربرال ارتري الاوكسيبيتال مع الانفيرور تمبرال في اللاترال واخد الاوكسيبيتال في الميديال في الميديال في الميديال سايد. وتلاحظ انه واخد كمان الموست سير بارت اوف كوربس كلوسم اللي هو سبلينيوم. بس احنا لما اتكلمنا عن الليفت موست سيربرال ارتري ستروك قلنا هي افكت السبلينيوم وده كان سبب في الاليكسيا وزاوت الاجرافيا. طيب اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا ان احنا نقعد ندردش مع بعض في ال في الاريز اللي هتبقى موجوده او هيجي لها بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري والانتير سيربرال ارتري والميدل سيربرال ارتري عشان نعرف ما يحصل فيها اوكلوجن، ايه الفايندنج اللي انا ممكن اتوقع حدوثها. الميدل سيربرال ارتري اتفقنا انه بيدي لمعظم اللاترال سيرفيس، موجود هنا فرونتال وموجود وراه سنسري، موجود هنا فرونتال اي فيلد، موجود هنا بروكس، موجود هنا فيرنكس. في منين نبص هنا نلاقي ان اللاترال سيرفيس اوف فرونتال برايتال والسيفير تمبرال
بيجي لها بلس سبلاي من الميدل سيربرال ارتري، ده بالنسبه للسيربرال كورتكس. بالاماكن اللي انا قلتها دي، موتور كورتكس، سنسوري كورتكس، فرونتال اي فيلد، بري فرونتال كورتكس، ده بالنسبه للسيربرال كورتكس. وبالنسبه للانترنال كبسول، الانترنال كبسول دي عباره عن وايت ماتر بتفصل هنا ما بين السلامس والبيسر جانجلا نيوكلاي، بيعدي فيها السيندنج فايبرز والديسيندنج فايبرز. ده شكل الانترنال كبسول، بنقسمه الى تو لمب وجينو. المفصله او الانجل دي اسمها جينو، الانتيور لمب، ده الانتيور لمب وده البوستيور لمب. الاهم بالنسبه لي في كل الانترنال كبسول هو البوستيور لمب، بيعدي فيه الكورتيكو سباينال تراكت، الابر موتور نيرون بيعدي في البوستيور لمب اوف انترنال كبسول، ده السندنج تراكت. بالاضافه ان بيعدي فيه السندنج تراكت السلام كورتيكال فايبرز اللي بتكري السنسيشن، توصل للسنسوري كورتكس بتعدي على البوستيور لمب اوف انترنال كبسول. اما الجينو فموجود هنا في الجينو الكورتيكو بالبر، دي السندنج تراكت، كورتيكال فايبرز راحه للموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرف. يبقى اليمين الانتيور لامبو ده اقلهم اهميه بالنسبه لي، وده فيه سلام كورتيكال فايبرز، فايبرز جايه من السلامس وراحه للكورتكس. الاهم بالنسبه لي هو البوستيور لامب اوف انترنال كبسول. ليه؟ لان ده اللي معدي فيه الكورتيكو سباينال تراكت، ومعدي فيه برضو السلام كورتيكال فايبرز اللي بتكري السنسيشن اللي هتبروجكت من السلامس للسوماتو سنسوري كورتكس. اتفقنا الجينو موجود فيه كورتيكو بالبر، والانتيرور لمب فيه سلام كورتيكال فايبرز، فايبرز جايه من السلامس وراحه للكورتكس. طيب بالنسبه للبلاس سبلاي اوف انترنال كبسول، بالنسبه للجينو والبوستير لمب بيجي لهم بلاس سبلاي من الميدل سيربرال ارتري، من الانتيكلوسترايد برانشز اللي اتفقنا بتدي للنيوكلاي وبيزل جانجليا، بتدي للانترنال كبسول وبتدي كمان للسلامس. اما الانتيرور لمب اوف انترنال كبسول بيجي له بلاس سبلاي من الانتيرور سيربرال ارتري. اللي يهمني هو البوستير لمب، لينتيكلو ستريت برانشز من الميدل سيربرال ارتري. فقلنا ان الميدل سيربرال ارتري بيدي الاريس موجوده في السيربرال كورتكس. الاريس دي لما نيجي نبص عليها هنلاقيها الموتور اريا، هنلاقي السوماتوسنسوري اريا، بس اللاترال سيربرال كورتكس اللي بتدي بلاس سبلاي للور الابر لمب والفيس، والسنسيشن بتاعت الفيس والابر لمب. اللانجوج سنتر في الدومينانت هيمسفير، لو انت بتتكلم عن الليفت ميدل سيربرال ارتري عندك الفيرنكس اريا والبروكس اريا. ما تنساش كمان اريا كانت بتعدي في التمبرال لوب، الميرز لوب، فاكر الرول اوف ال، فاكر لما كنا بنتكلم عن الاوبتيك راديشن، كان عندنا لاترال اوبتيك راديشن وميديال اوبتيك راديشن، كان لاترال اوبتيك راديشن هو المير لوب دي كنا بنعملها نمرك اوف ال اللي كان بيجي لها الفايبرز بتاعت اللور ريتنا، اللور ريتنا اللي بتشوف السوبير فيشوال فيلد، فما كان بيحصل فيها ليشن كان بينتج عن ذلك كونترالاترال سوبير ربع الفيشوال فيلد ونص النص كوادرانت لوبيا. فلو حصل فيها ليشن هينتج عن ذلك كونترالاترال سوبير كوادرانت لوبيا. كل دول بيجي لهم بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري. اذا لما يحصل ليشن في الميدل سيربرال ارتري او حصل ميدل سيربرال ارتري ستروك، الليشن اتوقع يكون عنده ايه؟ يبقى عنده كونترالاترال سباستيك باريسيس يأفكت الفيس والأبر لمب، يأفكت الفيس كونترالاترال سباستيك باريسيس يأفكت الفيس واللور لمب. هنا بس عايز اوضح لك حاجه، ان ممكن ستروكس او ستروك تيجي في الميدل سيربرال ارتري ويكون في سلايت افكشن للابر لمب. يعني حتى في كابلان في الستيب 2 وكذلك مصر زهورت يقول لك انه ممكن الميدل سيربرال ارتري يافكت الابر واللور لمب، بس دايما يقول لك ايه الابر لمب
مور ذان اللور لامب. ليه؟ بسبب التوبوجرافيك ريبريزنتيشن. حتى في عندنا كيس هنحلها كمان شويه في الولد، ميدل سيربرال ارتري ستروك، قال لك انه البيشنت عنده باريسس في الابر لامب واللور لامب، بس درجه الويكنس او الباراليسس 2 على 5 في الابر لامب و4 على 5 في اللور لامب، فممكن ميدل سيربرال ارتري ستروك تعمل مايلد ويكنس في اللور لامب، بس اساس الافكشن في الميدل سيربرال ارتري هو الابر لمب ومعاه الفيس. انستيزيا لوس لكل سنسيشن في الكونترالاترال سايد، في الكونترالاترال فيس اند ابر لمب، فلوس للسنسيشن ولوس للموتور، لوس للموتور موفمنت في اللور لمب اند اند فيس. لو كان الموتور، لو كان الميدل سيربرال ارتري ستروك عملت افكشن للبروكس اريا هيبقى في بروكس افيزيا، الفيرنكس اريا هيبقى في فيرنكس افيزيا. ما تنساش برضو انه بيدي لجزء بيدي للبرايت اللوب، فلو حصل افكشن فلو حصل افكشن لو حصل افكشن في الرايت او النون دوميننت الرايت او النون دوميننت هيمسفير او الرايت نون دوميننت رايت لو النون دوميننت برايت اللوب ممكن بيشن يجي لك بي ليفت سايد نيجلكت. احنا قلنا وانا بشرح الهيمنج ليفت سندروم ان البرايت اللوب بيجي لها بلاد سبلاي من الميدل سيربرال ارتري. الكلام ده دلوقتي عن المير لوب، حصل افكشن للمير لوب اللي بتعدي في التمبرال لوب، البيشنت هيبقى عنده كونترا لاترال سوبيرور كوادرنت نوبيا. ده بالنسبه للميدل سيربرال ارتري. الانتيرير سيربرال ارتري اتفقنا انه بيدي للميديال سيربرال كورتكس اللي فيها الموتور والسنسري بتاعت اللور لمب، البيشنت يبقى عنده سبستيك باريسس في اللور لمب، سنسري لوس للور لمب. المعلومه اللي ممكن بس نزودها هنا بالنسبه للانتيرور سيربرال ارتري، يعني انتيرور سيربرال ارتري يعني الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الانتيرور سيربرال ارتري سهله، ان يبقى في كونترالاترال موتور اند سنسري افكشن للكونترالاترال لور لمب. ممكن نزود معاه معلومه مش هتشوفها في كل الانتيرور سيربرال ارتري ستروك، غالبا بنشوفها لما يكون في بايلاترال، في بايلاترال ستروك. ليه؟ لانه اتكلمنا في النفرو عن الميكتوريشن ريفلكس، قلنا الميكتوريشن ريفلكس عندنا ليه تو هاي انهيبيتوري سنترز، واحد موجود في السيربرال كورتكس وواحد موجود في البونز. وقلت لك ان احنا مثلا ما يكون اليورين بلدر دلوقتي فول ومحتاج انك تيميكتوريت، بس المكان اللي انت فيه دلوقتي ما يناسبش ان انت تعمل ميكتوريشن، في هاي انهيبيتوري امبلس من السيربرال كورتكس بتعمل انهيبيشن للساكرال سباينال ميكتوريشن سنتر. الفكره بقى انه الميكتوريشن سنتر موجود في السيربرال كورتكس، موجود بنقول عليه ميديال او بنقول عليه في كتب النيورو ميديال فرونتال، ميديال فرونتال ميكتوريشن سنتر، بيجي له بلس سبلاي من الانتيريو سيربرال ارتري، بس غالبا عشان يحصل له افكشن في ستروك ينتج عنه ان الليجن تبقى عنده يورينري انكونتنس، لازم الليجن تكون باي لاترال، وبالتالي مش هتشوفه مع كل الكيسز اوف انتيريو سيربرال ارتري ستروك. اذا انتيريو سيربرال ارتري ستروك اهم حاجه ان يبقى فيه موتور افكشن وسنسوري افكشن كونترا لاترال لور لمب، مش كل الكيسز هتشوف معاها اليورينري انكونتنس. طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي البوستيريور سيربرال ارتري اللي بيدي الاوكسيبتال لوب المسؤول عن الفيجوال فيجن بروسيسنج. طيب لما يحصل ليشن في البوستيريور سيربرال ارتري على حسب السايد رايت ولا ليفت؟ لو بتتكلم عن رايت هيبقى فيه فيجوال فيلد افكت ان هو كونترا لاترال هرمون المسيمي انوبيا ويز ماكلر سبيرنج. ليه ماكلر سبيرنج؟ لان الماكلا بيجي لها الدول بلس سبلاي من المسيرر والميدل، لو حصل افكشن المسيرر الميدل لسه بيوصل بلس سبلاي للماكلا ففي ماكلر سبيرنج. لكن لو بتتكلم عن ليفت بوستيريور سيربرال ارتري البيشن ده هيبقى عنده الاليكسيا وزود اجرافيا ديسكونكت سندروم، لانه هياخد معاه لسه موريك صوره دلوقتي، هياخد معاه السبلينيوم بتاعت الكوربس كالوزم.
طيب طيب علشان الناس اللي بتذاكر من الفيرست ايد، عشان الناس اللي بتذاكر من الفيرست ايد ليطمئن قلبها، الجدول بتاع الافكت اوف ستروك في الفيرست ايد هعيده كده بسرعه، هتلاقي ما فيش اي كلمه جديده عن اللي احنا بنقولها من ساعتها ما عدا ستروك. نوع واحد من الستروك اسمه لوكد ان سندروم، او سندروم واحد بيكون فيه ستروك اسمه لوكد ان سندروم، ده الوحيد الجديد اللي انا ممكن اتكلم عنه، لكن غير كده هتلاقي كل كلام معادل. ميدل سيربرال ارتري ستروك على حسب ايه اللي هتبقى افكتد. ميدل سيربرال ارتري ده بيدي للاترال سيربرال كورتكس، فرونتال بارايتال سوبيريو تمبرال، موجود موتور وسنسري، ابر لامب وفيس. ممكن يحصل مينيمال افكشن للور لامب، بس المين بارت اللي هيبقى افكتد سواء موتور او سنسري هو الابر لامب والفيس. موتور افكشن كونترالاترال للابر لامب، وكذلك سنسوري افكشن الكونترالاترال برضو ابر لامب. على حسب الليشن دي والاكستنشن بتاعتها هتاخد بروكس اريا، بيشكل تبقى عن بروكس افيزيا، فيرنكس اريا تاخد فيرنكس اريا، ممكن تاخد كمان الكورفوسيكلس فيبقى جلوبال افيزيا. طيب لو حصل الميدل سيرور ارتري اوكلوجن ده خد البرايتال لوب في النون دوميننت هيمسفير، الديشن تبقى عنده ايه لو رايت، الديشن يبقى عنده ايه ليفت ديمنج الكترون روم، هي نيجلكت كل اللي موجود على الليفت سايد. ده الميدل سيربرال ارتري، نفس الكلام اللي انا قلته من شويه. انتيرو سيربرال ارتري حاجات بنشوفها في الديشن عنده انتيرو سيربرال ارتري انه برضه يبقى فيه موتور افكشن سنسوري افكشن، بس اللي افكت اللور لمب. حاجه ممكن تشوفها مش هشوفها مع كل الديشن، اليورين انكونتيننس في حاله البايلاترال افكشن، يافكت البايلاترال هاي كورتيكال انهيبيشن للميكتوريشن سنتر، فالبيشنت تبقى عنده يورينري انكونتيننس. الانتيكلو ستريت ارتي اتفقنا دي ديب سمول بنتريتنج برانشز بتدي لي ارياس في البرين موجوده ديب انسربرال كورتكس، البيزا جانجليا السالاموس الانترنال كبسول، ممكن يحصل فيها ستروك، يجيب لك بيشنت اولد ايج سموكر دايابيتس ميليتس هايبرتنشن، عشان دول اللي بيزيد عندهم الريسك، اللي عندهم دايابيتس ميليتس يحصل لايبو هاي نوزل سمول بلاد فيزلز، عندهم سيفير هايبرتنشن يحصل هايبرتنسيف ارتيريوس كلوز سمول بلاد فيزلز، دي ويحصل ما يسمى باللاكنر ستروك. لاكنر ستروك دي ممكن تافكت السالاموس، فيعمل لي السالاموس سندروم، ممكن تافكت الانترنال كبسول وتعمل لي بيور سنسري ستروك، اسرع عليها سؤال في الولد. اما يجي لك في كيس بيور سنسري ستروك، سوري بيور موتور ستروك، مش انت عنده هيمبليشيا وزاوت سنسري افكشن، وزاوت سنسري افكشن، وزاوت هاي كورتيكال سنتر، نو افيسيا، نو فيجوال فيلد ديفكت، نو هيمي فيلد ديفكت، هيمي بليشيا وزود هاي كورتيكال سنتر، ده اكسكلود الستروك فوق في الميدل سيربرال ارتري. بيور موتور ستروك وزود سنسوري افكشن، يعني غالبا ستروك عملت افكشن للكورتيكو سبينال تراكت فقط في البوستيرير لامب اوف انترنال كبسول، عملت سبير للسنسوري فايبرز. بيور موتور ستروك وزود كرينيال نيرف افكشن، ده اكسكلود ان ده برين ستيم فاسكولار سندروم، يعني بيور موتور ستروك اونلي وزود سنسوري وزود هاي كورتيكال وزود كرينيال نيرف افكشن، تدور على المكان اللي ممكن ينتج عنه هذه الليجن مش هتلاقي غير الانترنال كبسول. غالبا الانتيكولار ستريت ارتي عمل افكشن ل الجزء في الانترنال كبسول اللي معدي فيه كورتيكوسبينال تراكت اونلي، فالبيشنت جاي لك بيور هيم بيور موتور ستروك هيمبليشيا وزاوت سنسوري افكشن وزاوت هاي كورتيكال سيمبتومز، مش هيحصل الكلام ده غير في البوسير لمب اوف تير كبسول اللي بيجيله من الانتيكولار ستريت ارتري ديو تو لاكنر ستروك. ده المقصود هنا بالكلام الموجود هنا، بيور موتور سنتر، بيور موتور ستروك، هيمبليشيا، ابسنس اوف كورتيكال ساين، نو نيجلكت، نو افيزيا، نو فيجوال فيلد ديفكت.
مش accompanied by cranial nerve lesion exclude the brain stem vascular syndrome. كل دول يخلينا افكر في لاكنر ستروك تأفكت كورتيكوسبينال تراكت تعمل بيور موتور ستروك لينتيكولار ستريت ارتري لاكنر انفاركت. دول في الانتيرير سيركيليشن الفيرست ايد ما اسمها لك انتيرير سيركيليشن وبوستيرير سيركيليشن. بوستيرير سيركيليشن هتلاقيه لما بتكلم عن بوستيرير سيركيليشن براجع البرين ستيم فاسكولار سندروم. انتيرير سبينال ارتري يعني كاني بشرح الميديال مدلل سندروم. الميديال مدلل سندروم الميديال مدلل الميديا موجود كورتيكو سباينال تراكت موجود كورتيكو باربر تراكت موجود ميديا اللي منسقص موجود الكرين نيرف اللي موجود في الميديا المضلة وكرين نيرف رقم 12. ليش انت بقى عنده كونترالاترال باراليسس عنده لوست للبروبيوسبشن هيبقى برضه كونترالاترال وافكشن للهايبوجلوسال نيرف تطلب فيجن تروما يخرج لسانه تلاقيه بيلك الليجن الرايت هتلاقي التنج راح الرايت الليفت هتلاقي التنج راح ناحيه الليفت. ده اسمه ميديا مدلل سندروم انتيرو سباينال ارتري. فرس ايد جاب التو لاترال برين ستيم فاسكولار سندروم لاترال مدلري واللاترال بونتاين. لاترال مدلري اللي كنت بقول لك ان هي اهمهم البايكا اللي اسمها فالنبرج سندروم لاترال مدلري سندروم جاب اللاترال بونتاين. كنت بقول لك على الاثنين دول ايه كنت بقول لك ان الاثنين دول في حاجات كتيره عامل مشتركه ما بينهم. كنت بميز اللاترال مدلري بايه بان الافكشن اوف نيوكليس امبيجوس الاوكرينيان نيرف رقم 10 يقول لي في ديسفيشيا ديسارثريا لوس للجاج والكف ريفلكس ده يميز اللاترال مدلري الفالنبرج سندروم. امال ايه اللي كان بيميز اللاترال بونتاين الفيشل بولسي فيشل براليسس هو اللي بيميز الميديال مدلري سندروم الايكا. الحاجات بقى اللي كانت مشتركه ما بينهم ان قلنا هنا بلس سبلاي بتاع اللاترال مدلري البايكا وهنا ايكا. الحاجات بقى المشتركه ما بينهم الاثنين لاترال فموجود بالسباين سيراميك تراكت والدسن جايبو سيراميك فايبرز الاثنين ماشيين مع بعض في اللاترال سواء مدلة او بونز. الاثنين ايكا وبايكا بيدوا بلس سبلاي للسيربيلم فيبقى فيه سيربيلر سيمبتومز. الاثنين بيعدي فيهم توبيوكلياي موجودين بيبتدوا في البونس وبيكملوا في المظله والفيسيبلر نيوكليوس والسباينال نيوكليوس اوف تريجمنال نيرف. بس الكرينيال نيرف هنا غير اللي هنا وده اللي بيميز ان النيوكليوس امبيجوس بتاع الكرينيال نيرف رقم 10 اول ما بشوفها اعرف ان ده انهي لاترال ده اللاترال ميدالري الفالنبرج سندروم. لكن لما اشوف افكشن لكرينيال نيرف رقم 7 افكر في مين في اللاترال بونتاين. الاثنين هشوف الترنيتنج لوس للبين اند تمبرشر في الكونترا لاترال بادي اند ايبسي لاترال فيس نتيجه الافكشن اوف سباينال نيوكليس اوف تريجمنال نيرف. البيشنت هيبقى عندهم سيربيلر افكشن Ipsilateral ataxia nystagmus dysmetria. البيشنت عندهم vestibular nucleus affection. البيشنت عندهم vertigo برضو nystagmus. البيشنت عندهم Ipsilateral horner syndrome Ipsilateral myosis ptosis anhydrosis. أفرق ما بينهم ازاي ان البيشنت عنده lateral medullary في dysphagia dysarthria loss للجاك reflex loss للكاف reflex. اما البيشنت عنده lateral بونتاين بيقول لي البيشنت عنده facial paralysis decrease lacrimation loss of taste sensation في anterior two third of the lung decrease salivation. طيب قلت لك الجديد هيبقى البازلر ارتري. قبل ما اشرح البازلر ارتري اخلص من البوسير سيربر ارتري عشان ما يبقاش في اي جديد بعد كده. بصير سيربر ارتي اتفقنا بتكلم رايت ولا ليفت. رايت كونترا لاترال يعني ليفت هومونيموسي ميالوجيا وزماكيلر سبيرنج ليفت يبقى مع اليكسي وزاتوغرافيا. يتبقى لي البازلر ارتي. البازلر ارتي اللي هو الارتي اللي بيتكون من اتحاد التو فيرتبرال ارتي في بعض الاحيان يتكون فيه ستروك ينتج عنه سندروم مهم
اسمه لوكد ان سندروم. سمينا السندروم ده لوكد ان سندروم ده ان البيشنت بيبقى لوكد ان هيز بودي. البيشنت اللي بيجرب لوكد ان سندروم بيبقى كان نفسه ان الستروك دي كانت جابت اجله ولا ان يقولوا لوكد ان سندروم. ليه؟ لانه يعيش في مأساه. هقول لك ايه اللي بس في لوكد ان سندروم وتتخيل البيشنت ده احساسه هيبقى ازاي في لوكد ان سندروم. البيشنت اللي عنده بزر ارتري ستروك، البزر ارتري اللي بيدي للبونز والمظله واللور من برين بقى في سبير بس بالسبرين السم الابر من برين. لوكد ان سندروم البيشنت بقى عنده افكشن بايلاترال افكشن للكورتيكوسبينال تراكت، فيبقى عنده شلل كوادريبليجيا، مفيش اي حركه، مفيش اي لم بتحرك، كوادريبليجيا. بالاضافه بايلاترال افكشن للكورتيكو بالبر بتدي الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرف اللي ممكن يبقى سبيرد هو الاوكيلوموتور لانه موجود في الابر من البرين. اتفقنا الابر من البرين هيبقى سبيرد، فيبقى عنده مشكله في حركه عينيه، يبقى عنده مشكله في السوالنج، عنده مشكله في الفونيشن ان يبروديوس ساوند. ممكن كمان يبقى عنده افكشن للريسبيراتوري سنتر، يبقى عنده مشكله في انه سبونتينيسلي بريز. فتخيل البيشنت ده عنده كوادري بليجيا، عنده مشكله في السوالنج، عنده مشكله في الفونيشن، عنده مشكله في انه يستخدم لسانه التانج، عنده مشكله في التانج موفمنت، عنده مشكله في الاي موفمنت، عنده مشكله في الـ في الـ في الكونجكت جيس يعني تروح يمين وشمال. ليه؟ البونتاين روتيكولار انفورميشن مسؤوله عن الكونجكت جيس في البونز افكتد. الله، طب ما انت تقول اسهل، البيشن ده بقى له ايه؟ البيشن ده بقى له ان حاجتين في الميد برين سبيرت هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم المسؤول عن الكونشسنس، المسؤول عن الاراوزل. لما بحصل فيها ليشن البيشن بيخش في كوما دي سبيرد، اللي هي انا موجوده في الميد برين او في الميد برين وكون سبيرد. بكون عنده سبيرد السنتر المسؤول عن الفيرتيكال جيس يرفع ان يرفع لينيل فوق وهنيل تحت. فالبيشن ده بنقول عليه لوكد ان سندروم لانه بيبقى عنده كونشسنس، عنده اراوزل، عنده كوجنيشن، الكوجنيشن بتاعه فوق في السيربرال كورتكس ما فيهوش مشكله، والكونشسنس والاراوزل في الابر ميد برين الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم شغاله وعنده كونشسنس واويكفولنس واراوزل ومدرك للي بيحصل له. فهو مدرك اللي بيحصل له بس مفيش اي حركه. مدرك للانفايرمنت اللي حواليه بس مش قادر يرياكت مع هذه الانفايرمنت. البيشنت دول بتتواصل معاهم بالحليها اي كودد كوميونيكيشن، ان انت تعرفه ان انت تقول له كذا، لما يكون عايز يقول يس يرفع راسه يرفع عينيه لفوق، هيقول نو ينزل عينيه لتحت، يستخدم الفيرتيكال جيز لان الكونش جيز مش شغاله، او يستخدم البلينكينج لان البلينكينج من خلال البلينكينج من خلال الانتكت اوكيلوموتور نيرف. ممكن برضو تقول له ان يعمل بلينكينج، يستخدمها برضو ككودد لانجويج كوميونيكيشن. غير المأساة في انه مفيش في باراليسس في كل حاجه ومش قادر ينتراكت معاك، الميشن ده عشان يعيش ويكمل محتاج ان انت تعمل له جاستروستومي. هيعيش من خلال انه ياكل من خلال شيست تيوب، تيوب تحطها على طول في السمك، يحتاج ان انت تعمل له تراكيستومي، ممكن يحتاج ان هو يحتاج ان هو يبقى على فنتليتور. بالاضافه للهاي ريسك اوف انفكشن واسبيريشن نمونيا و و و، ده اسمه لوكد ان سندروم. بيشنت عنده كوادريبليجيا، لوست للفولانتري فيشيال ماوس، تانج موفمنت،
due to basilar artery stroke the patient is more locked in syndrome. البيور موتور ستروك اعتقد خلاص اتكلمت عنها. patient was a pure motor stroke without sensory affection without cortical sign. The patient افكر في lacunar stroke في internal capsule posterior lamp of internal capsule. طيب قبل ما اشرح اخر حاجه اللي هو الليمبك سيستم، لو حد عنده اي سؤال في الجزء اللي خلص ده يسال. لا عشان يجي بيور موتور، عشان يجي بيور موتور ستروك يا دكتور فؤاد، الفكره في اللاكنر ستروك يا دكتور فؤاد انها مش لازم تاخد الانترنال كبسول كلها مره واحده، او مش لازم تاخد السلمس كلها مره واحده، او مش شرط انها يعني تعمل افكشن لسبيسيفيك اريا معينه في الديب ان سبرين. ممكن تعمل افكشن للاريا اللي فيها كورتيكو سبانال تراكت فقط، فيجي وزاوت سنسوري افكشن، يجي وزاوت فيجي وزاوت سنسوري افكشن فقط بيور موتور السوق. طيب اي اسئله قبل ما نشرح الليمبك سيستم؟ طيب الليمبك سيستم، ما هو الليمبك سيستم؟ الليمبك سيستم هو مجموعة من الاستراكشرز، بعضها كورتيكال، بعضها بعضها هايبوسلامك، بعضها سلامك. الاستراكشرز دي في ما بينها وما بين بعضها كوميونيكيشن، سمبليفايد واي اوف كوميونيكيشن في الليمبك سيستم سيركت اسمها بابي سيركت. الاستراكشرز دي بتساعد الليمبك سيستم في انه يؤدي وظيفه معينه. وانا الاستراكشرز دي بعضها كورتيكال، من ضمن الكورتيكال جايروس اسمه سنجل جايروس جاست اباف الكوربس كالوزم في الميديال سيربرا كورتكس، حاجه اسمها اميجدلا، حاجه اسمها هيبوكامبس. أميجدلا حاجة اسمها هيبوكامبس، وكلمت عن السنجل جايروس، بالإضافة لهايبوثالامك ستراكشر. سمول راوند بلش بيطلع من الهايبوثالامس اسمه ماميلاري بادي. سلامك ستراكشر الأنتيرو سلامك نوكلياي is involved في البابي سيركت. بابي سيركت دي سموها سيركت لان لما تيجي تبص هتلاقي، قلت لك دايما كلمه سيركت معناها اللي هتبدأ بيه هتنهي بيه، بتبتدي بالهيبوكامبس. هيبوكامبس بيطلع منه اكزونز بتعمل حاجه اسمها فورنكس. الفورنكس ده ينتهي بالسمول بلج اللي بتطلع من الهايبوثالامس اللي اسمها الماميلاري بادي. الماميلاري بادي تبروجكت المجموعة من النوكلياي اللي انفولفد في الليمبك سيستم اسمها anterior nuclei of salamis. والانتيرو نوكلياي اوف سالاموس تدي او تبروجكت للسنجل جايروس، والسنجل جايروس يبروجكت تاني للهيبوكامبس. فهي سيركت بتبتدي بالهيبوكامبس وتنتهي بتبتدي بالهيبوكامبس وتنتهي بالهيبوكامبس. كل الكلام ده ما يلزمنيش، اللي يلزمني الاتي، ان انا اعرف الفانكشن اوف ليمبك سيستم والثلاثه ليجن ريليتد لليمبك سيستم. احد وظائف الليمبك سيستم هو الايموشن. الليمبك سيستم اهم جزء في الليمب او اهم استراكشر في الليمبك سيستم
ليه علاقة بالإيموشنز هو الأميجدلا. الأميجدلا ليها دور في إنها تعمل إمبرينتينج، تطبع إيموشن على ميموري ما أو على السيميلس اتعرضت له، حصل إيفنت أو حصل السيميلس كان أسوشيت معاك بذكرى حلوة، ذكرى سعيدة، تعمل إمبرينتينج للسيميلس ده أو الميموري ده بإيموشن هو الأميجدلا. أما تيجي تتعرض لنفس الموقف ده بعد كده فتحس، تعمل من ضمن وظائف الليمبك سيستم هو الفيلينج موديوليشن. لما تيجي تتعرض لنفس الموقف تحس بنفس الإحساس اللي مرتبط أو 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 الإيموشن اللي انطبعت أو اتطبعت على هذا الستيمولس، تحس بسعادة. إيموشن تاني سيء فتدي لهذا الستيمولس إيموشن أن تحس أو تحس بذكرى سيئة لهذا الموقف. فاللي بيطبع الإيموشن على الميموريز هو الأميجدلا. بالمناسبة الليمبك سيستم هو تاني مكان بيحصل البروجكشن للألفاكتوري فايبرز. الألفاكتوري فايبرز هو كانت السبيشال سنسيشن الوحيدة اللي كانت بروجكت للسيربرال كورتكس وزاوية السلامك ليه هو الألفاكشن، والألفاكشن كمان بيدي بروجكشن أو بيدي فايبرز للليمبك سيستم. من ضمن برضه الحاجات اللي ممكن يعملها كإيموشن الحاجات اللي ليدك بالألفاكشن، كذلك البيهيفيرال تشينجز، انت تروح مكان تحس او يبقى فيه ريحه كويسه تبقى مبسوط، مكان ريحته وحشه او ريحه سيئه تبعد عنه، دي برضو ليها علاقه بالليمبك سيستم. الميموري اللي بيحول الشورت تيرم ميموري الى لونج تيرم ميموري، اللي بيعمل كونسوليديشن للميموري، الليمبك سيستم. اهم جزء في الليمبك سيستم ريك للكلام ده هو الهيبوكامبس. الهيبوكامبس بياخد الشورت تيرم ميموري يخزنها لك في اللونج تيرم ميموري الهيبوكامبس. ان انت تقدر تكتسب نيو ميموري، حاجه لسه عارفها من خمس دقائق، تتخزن في اللونج تيرم ميموري، وان انا اريكول اولد ميموري مخزنها من سنين محتاج الليمبك سيستم. behavioral changes، sexual behavior مسؤول عن sexual drive والintegration ما بين component of sex limbic system. feeding behavior ان انت يبقى فيه اكلات معينة تحبها اكلات تكرهها. الفيدينج بيهيفير من ضمن الفانكشن بتاعت الليمبك سيستم. لدرجه احنا لقينا ان في لقينا الاميجدلا دي مش وظيفتها بس الايموشن. جه تو ساينتست، واحد اسمه كلوفر اند بوسي، عمل سندروم اسمه كلوفر بوسي سندروم، عملوا بايلاترال ديستراكشن للاميجدلا في الانيمالز، لقينا عندهم ديس انهيبيتد بيهيفير. ثلاثه هايبر، من ضمنهم هايبر فيجيا بياكلوا كتير ما بطلوش اكل، وهايبر سيكشواليتي، ما هايبر اوراليتي. هايبر اوراليتي انه بقى بيستخدم الاورال اكسبوجر في انه يتعرف على الاشياء وكانه عيل صغير. عيل صغير اي حاجه تبقى قدامه حطها في بقه. الأشخاص اللي بنعمل لهم bilateral destruction الأميجدلا لقينا عندهم هايبر سيكشواليتي، هايبر فيجيا، هايبر أوراليتي، بس كلوفر بوست سندروم due to bilateral destruction الأميجدلا. كده نقدر نتكلم عن الليمبك سيستم ليجن. عندنا two lesions، انتروغريد أمنيجيا، أهم واحد فيهم هو الفيرنكس كورسكوب سندروم، لأن ده integration ما بين باثولوجي وفيسيولوجي وبايوكيمستري. والثالث يعتبر شرحته اللي هو كلوفر بوسي سندروم. اخلص من الثالث لانه شرحته. تو ساينتست كلوفر بوسي عملوا بلاتر ديستراكشن الاميجدلا في القرود، لقوا ان الاشخاص دول عندهم ديس انهيبيتد بيهيفير. ثلاثه هايبر،
هايبرفيجيا هيبرسكشواليتي هايبر اوراليتي. والانتروجريت امنيشيا اخلص منها بسرعه. انا عندي تو تايبس اوف امنيشيا اتكلم عنهم النهارده، الانتروجريت والريتروجريت. الانتروجريت امنيشيا، الانتروجريت ان انا اكواير اكتسب ميموري ريسنت ايفنت، حاجه لسه عارفها من 5 دقائق او 10 دقائق، اللي يحولها من شورت تيرم ميموري للونج تيرم ميموري الهيبوكامبس. فلو حصل دامج للهيبوكامبس، ديستراكشن للهيبوكامبس، ينتج عن ذلك ان انا مش قادر احول ميموري لسه عارفها من دقائق اللونج تيرم ميموري. عندي مشكله في ان انا اكواير نيو ميموري، على الرغم ان انا اريكول اولد ميموري من سنين، ما فيهمش مشكله. المشكله في الانتروجريت ديو تو افكشن للهيبوكامبس. عندي مشكله في ان انا اكواير نيو انفورميشن. يبقى لي اخر واحد الفيرنكس كورسكوف سندروم. فيرنكس كورسكوف سندروم انا شرحته في البايو وهشرحه تاني. تو ساينتست فيرنكس وكورساكوف، اعتقد كورساكوف روسي. الفيرنكس كورساكوف سندروم دول تو ساينتست نفس المشكله، سيامين ديفيشنسي، وده السبب انه مور كومن يجيبها لك في الكيسز في شخص الكوهوليك، لان الالكوهولز الالكوهوليكس يكون فيه نوتريشنال او الالكوهوليكس بيكون عندهم بور نوتريشن، بالاضافه ان في هانج اوفر سيمتومز نوزيا وفوميتنج، فبياكلش كويس، بالاضافه ان عنده فوميتنج، فمش مشهور عندهم ان يبقى في نوتريشنال ديفيشنسي للفيتامين بي 1 اللي هو الصيامين. فاكر ان فيتامين بي 1 ده الكو فاكتور بتاعه از امبورتنت، الانزيم مهم في الميتابوليزم للجلوكوز ميتابوليزم اسمه بايروفايت بايروفيت دي هيدروجينيز، بايروفيت دي هيدروجينيز انزيم which is important for the glycolysis. فالسبب هنا فيتامين deficiency لل بي 1 which is important for metabolism of glucose. مين اكتر organ هيبقى affected هنا؟ البرين، highly demanding energy organ البرين. الفيرنكس وكورسكوف بنعتبرهم spectrum to the same disease. الفيرنكس حاجة acute reversible، وكورسكوف هو لو السبب فضل persistent هتقلب chronic irreversible. كلاهما triad، بنشخصهم بtriad. ان في البدايه acutely وده بيكون reversible deficiency of vitamin B1، مشكله في الميتابوليزم اوف جلوكوز اللي هو اهم سورس اوف انرجي بيبرديوس من خلاله البرين ATP انرجي. البرين يبقى افكتد، اكتر حاجتين يبقى افكتد في البرين هو السيربيلم والبرين ستم. فالبيشنت يجي لي في الفيرنكس اللي هو بدايه السبيكترم بتاع الديزيز واللي بيكون acute reversible، الميشن تجي لي بي كونفيوجن، ويجي لي باتاكسيا. فانا ايه اكتر حاجتين بيبقوا افكتد لما يقل استخدام الجلوكوز في الميتابوليزم والبرين؟ السيربيلا من البرين السم. فالميشن تبقى عنده اتاكسيا. وكذلك البرين ستم اكتر حاجه تبقى افكتد في البرين هو الكرين نيرف موتور كرين نيرف مسؤول عن الاكسترا اوكلر ماسل. البيشنت يبقى عندهم اوبسالموبليشيا. تاني حاجه بتبقى افكتد والفيسيبولر نيوكليس. البيشنت ممكن يكون عنده نستاجماس. حتى الفيرس ايد عامل لك مونيك لك الفيرنكس يبقى فيه كان اوف بير. البير تفكرك انه اغلب البيشنت عندهم فيرنكس كورسكوف بيكونوا الكوليك، والكان confusion ataxia nystagmus and obsolescence. لو السبب فضل موجود مع بيش دول محتاجوا الى supplementation فيتامين بي 1 اللي هو الصيامين، يخش للكرونيك ايرفرسبل. كرونيك ايرفرسبل لانه مع الوقت يبدا يحصل هيموراجيك نيكروزس للماميلاري بادي.
هيموراجيك نكروزس للماميلاري بادي which is important component في الليمبك سيستم. فالبيشنت يبقى عنده في الفيرنيكس سندروم امنيشيا سو انتروجريد او ريتروجريد وريفرسبل, يعني الموضوع بيرمننت امنيشيا. الانتروجريد وعرفناها انه يأكوير نيو انفورميشن وعمل لها كونسوليديشن, والريتروجريد ان يريكول اولد ميموري يعني ذاكره حديثه او قديمه. بيرمننت امنيشيا كونفابيوليشن يبدا يجيب لك في الكيس يقول لك ان البيشنت على الاقل يعمل تيلنج للستوري, يبقى عامل زي العيال الصغيره. العيال الصغير لما تسيبه او تديله فرصه انه يحكي لك قصه او حكايه يقعد يسرح بيك ويتكلم بثقه, تحس ان فعلا الكلام حصل. ده كونفابيوليشن بيفابريكيت ستوري هنا بسبب انه عنده جابس في الستوري نتيجه ان في امنيجيا. يبدا يعمل فيلنج للجابس بانه يفابريكيت ستوري كونفابيوليشن, بالاضافه الى ابسي. ابسي بالعربي تناحى, يبقى عنده ايموشنال انديفرنس, حاجه المفروض تزعله ما يزعلش, حاجه تفرحه ما يفرحش. ده برضو تاني ترياد, بس المره دي بنتكلم عن الريفرسبل كرونيك فورم اللي هو الفيرنكس اللي هو كورسكوف سوري. الفيرنكس كان الكاهن كونفيوجن اتاكسيا نستغمس مع ابسر موبليجيا. طيب في هنا معلومه عايز اوضحها مهمه بالنسبه لك السبان او السبتوم. لما جيت اتكلم قلت ان بيش عنده فيرنكس بيش بيبقى عنده كونفيوجن وفي مشكله في الالرتنس بتاعته. فساعات او من ضمن الحاجات المعروفه بالذات في اليو اس اللي بيش تيجي لك كوماتوز او في مشكله في الكونشس بتاعه, بيديله ناركان اللي هو النالكسون اللي هو الانتيدول بتاع المورفين لو بيضرب هيروين من بره في الشارع, هيروين في الشارع او مدمن. بيدي جلوكوز بس في حاله ان هو ممكن يكون ان الكوما اللي عنده دي هايبوغلايسيميا, بس عمرهم هيدوا جلوكوز ويساوي الصيامين. ليه لما بيدوا جلوكوز لازم يدوه كومبايند مع الصيامين عشان البيشنت دول. تعرف لو البيشنت ده اديت له ديكستروز او جلوكوز وزاو صيامين وعنده فيرنكس سندروم, انت بنفسك اللي دخلته من فيرنكس الى كورسكوف سندروم. انت لا تدخله ان يحصل بايلاترال ديستراكشن للماميلاري بادي ويخش فيه كورسكوف سندروم, للسبب انه ما بيجي يدوا ديكستروز لازم يدوا معاه صيامين. طيب كده خلصنا الليمبك سيستم. في بس كده يبقى معلش برضو عشان يبقى زبطنا موضوع الاريز اوف ليمبك سيستم اللي بتبقى افكتد. في الانتروجريد امنيجيا قلنا الهيبوكامبس مسؤول عن الكونسوليديشن اوف ميموري النيو انفورميشن. كليفر بوسي امدلا. الفيرنكس كورسكوف ماميلاري بادس. ليه الكلام ده مهم؟ لان في سؤال موجود في الورد على الفيرنكس كورسكوف سندروم جاب لك ام ار اي, قال لك ايه اللي افكتك وانت محتاج تدور على الماميلاري بادي. تعرف ايه اسهل حاجه تدور على الماميلاري بادي؟ دور على هيبوثالامس. ما انا قلت لك ان دي الثالامس كوربس كلوزم اهو ودي الثالامس. قلت لك قبل كده ان اسمها هايبوثالامس تحت الثالامس. لما يجيب لك ميديال سيريبرال كورتكس دور على كوربس كلوزم تحتها ثالامس هايبوثالامس. دور بقى على اي راوند بالج طلع من الهايبوثالامس شاور عليه وقول ان ده الماميلاري بادس. طيب قلت لك انه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم الموجود في الابر من برين ده ليه دور في الاراوزل والويكفولنس. لو حصل فيه ليجن الليجن يخش فيه كوما ويبقى كوماتوز. طيب الناس اللي مساكن من الفيرست ايد يطمئن قلبهم. الفرونتال لوب سندروم ديس انهبيشن للبري فرونتال كورتكس. بيشنت يبقى ديس انهبيتد بيهيفير بور جادجمنت وديس انهبيتد برامتيف ريفلكسز. فرونتال اي فيلد
slow drifting the eye toward side اللي حصل في ليش الفرنتال اي فيلد. دي مشكله في الكونجكت جيس للكونترا لاترال باراميديال بونتاين في لوس للكونجكت جيس بس ابسي لاترال. الميديان كونتوري فاسيكلس عرقوا ان عنده مشكله في انه يعمل ادكشن مع الكونجكت جيس الى انه في انتكت كونفرجنس لما تيجي تعمله نير فليكس بنشوفها مع المالتيبل سكلروسس. البرايتال لوب على حسب انت بتتكلم عن ستروك في الدوميننت ولا النون دوميننت. لو بتتكلم عن النون دوميننت زهقنا منها الهيمينج ليفت سندروم. طب الدوميننت الجريسمان سندروم موجود. موجود مين الجيرس كانت موجوده اسمها ايه؟ الجيرس كانت موجوده في الدوميننت برايتال لوب وينتج على نفس الجريسمان سندروم اسمها انجولار جيرس. مش نجيلي اليكسيا اجرافيا والثلاثه التانيين ما بحسبش بعملش ريكوجنيشن للفينجرز والثالثه يلبس اليمين في الشمال والشمال في اليمين. الهيبوكامبس الهيبوكامبس انتروجريت امنيشيا. البيسال جانجلي انت بتتكلم عن انهي ليجن عشان اكلمك عن البيسال جانجلي عامل فيرس ايد مش اي حشو وخلاص. صار سلابك نيوكليوس وايلد فلينجينج موفمنت كنت بقول لك اوعى تقف جنبه هتاخد على قفاك وهتاخد كمان بالشرايط مش هقول لك هتاخد فين بالظبط. ماميلاري بادي لسه بتكلم عنه دلوقتي الفيرنكس كورسكوف سندروم دول سبيكترم بتكلم عن فيرنكس ولا كورسكوف. فيرنكس بيكون ريفرسبل وكورسكوف بيكون ريفرسبل. الفيرنكس كان والكورسكوف بيرمننت ريتروجريد اند انتروجريد مع كونفابيوليشن. اميجدلا كلوفر بوس سندروم البيشن دول عندهم السنين بيبقى بتاعت هايبر هايبر فيشيا هايبر سيكشواليتي هايبر اورالتي. دورسال ميدبرج سندروم اتكلمت على برانون سندروم تيومر في الباينيال جلاند مش هتكلم عنه تاني. سيربالر هيمسفير انت بتتكلم عن فيرمس ولا هيمسفير. الفيرمس ترانكال اتاكسيا الهيمسفير حاجات كتير اتكلمنا عنها. يبقى لي بس اخر حاجه عليها سؤال في الورد الريد نيوكليوس. الفكره من قصه الريد نيوكليوس ايه؟ فاكرين مره كده قلت لكم ان انا على الرغم من في كتاب النيورو ده حاولت ان انا احط لك كل حاجه تساعدك في فهم اي حاجه واي سؤال يقابلك الستيب 1 والستيب 2 لانه قلت لك ان البصويل اللي انا شرحتها لك مش كل النيورو البصويل في الدنيا. ليه؟ لان انا مش بشرح حاجه لواحد هيتخصص نيورو او بشرح لك حاجه واحد عايز يجيب اعلى سكور ممكن ستيب 1 وستيب 2 سواء ستيب 1 دلوقتي بقت بس اند فيل ستيب 2 بقى دلوقتي المفروض تترجم بتاعك تجيب اعلى سكور ممكن في ستيب 2 مش هتعرف تعمل الكلام ده من غير ما يبقى عندك بيزكس من ستيب 1 كويسه. لكن مش هتخصص نيورو ساعتها قلت لك انه في نيورو البصويه انا مش شرحتهاش. النيورو البصويه اللي انا مش شرحتهاش انا مضطر ان انا اجيب فكره عنها سريعا سمبليفايد بسبب سؤال بقى موجود في اليوقت. دي السنج بصوي دي بتدي للمسل تون المسل فليكسورز سواء ابر ليمب او لور ليمب وكذلك الاكستنسورز. عندي مثلا تراكت اسمها روبرو سباينال تراكت تبتدي من الريد نيوكليس الموجوده في الميد برين وبتوصل وبتعمل سينابس مع الفنترال هورن الموتور نيرون في السباينال كورد ودي مسؤولة عن أي مصل تون. المصل تون بتاعت الفليكسورز الأونلي الأبر لامب. ليه؟ لأن الليفل بتاع الغاية الثراسيك ليفل ما تديش للفليكسورز أوف لور لامب فقط الأبر لامب. اللور لامب فليكسورز الكورتيكو سباينال فقط لكن الروبرو سباينال فليكسورز أوف أبر لامب. والإكستنسورز سو أبر لامب أو لور لامب تو بالسنك مصوي قلت لك سيرتهم قبل كده مش بنحضر نحضر دكتوراه في نيورو. فيستيبلو سباينال تراكت تبتدي من فيستيبلر نيوكلياي موجوده في فيستيبلر نيوكليوس في البونز
وتروح لغايه الفنترال هورن في السباينال كورد، بتدي الاكستنسورز سو ابر لمب او لور لمب. انذر ديسينك باسوي من ريتيكولار فورميشن موجوده برضو في البرين ستيم، بتروح برضو الموتور نيورون في السباينال كورد تدي الاكستنسورز اوف ابر اند لور لمب. طيب ليه دلوقتي بقيت بتشرحها؟ لان في سؤال موجود في الولد بيتكلم عن حاجه اسمها ديس ريبريت ودي كورتيكت بوسترنج ديو تو نيورونال ليجن. نيجي لك بيشنت عنده ستروك او نيورال ليجن سواء دي كورتيكت او ديس ريبريت، ولكن البيشنت واخد بوشر معين، البوشر ده اخده نتيجه ان بقى فيه هاي تون على حسب بقى فليكسورز ولا اكستنسورز. مطلوب منك تعرف الليجن دي او النيورونال ليجن دي حصلت في انهي ليفل. فعندنا دي كورتيكت ودي سيريبريت. اللي سال عليها سؤال في الولد هو دي سالت على دي سيريبريت، هنحلها كمان شويه. المهم الدي كورتيكت، او قبل ما اتكلم عن الدي كورتيكت والدي سيريبريت، الريب نيوكليوس الروبلو سباينال تراكت بيجي لها انهبيتري ديسندنج فايبرز من السيريبرال كورتكس. انهبيتري ديسندنج فايبرز من السيريبرال كورتكس. فالدي كورتيكت مقصود بيها ان يحصل نيورونال ليجن اباف الليفل اوف ريد نيوكليوس الموجوده في الميد برين. ريد نيوكليوس موجوده فين؟ في الميد برين. يعني التو بوشر دول اللي هو الدي كورتيكت والدي سيريبريت، الحد الفاصل عندنا هو الريد نيوكليوس موجوده فين؟ في الميد برين. عندنا الدي كورتيكت مقصود بيها ليجن، دي كورتيكت نقصد بيها هنا السيريبرال كورتكس. ممكن بقى يكون ستروك في السيريبرال كورتكس، ممكن يكون في الانترنال كبسول. المهم ان اباف الريد نيوكليوس دي اسمها دي كورتيكت. اباف الريد نيوكليوس في الدي كورتيكت انت عملت ديسكونكشن للسيريبرال كورتكس عن بقيه البصويه اللي تحت دي اللي بتكنترول المسل تون في الفليكسرز والاكستنسرز. اما الدي سيريبريت فالليفل هنا تحت ات او تحت ات او بلو الريد نيوكليس، فالريد نيوكليس او تحت عليها دي سيريبريت. قلت لك دايما يبقى في حاجتين ممكن يلخبطوك والاثنين عكس بعض، اعرف واحده والثانيه عكسها. اعرف الدي كورتيكت، دي كورتيكت بوشر البيشنت بقى عنده هاي تون في الفليكسورز اوف ابر ليمب، البيشنت بقى عامل كده في الابر ليمب، وهاي تون في الاكسسورز اوف لور ليمب، هايبر فليكشن في الابر ليمب وهايبر اكستنشن في اللور ليمب. الفيرست ايد بيحاول يحفظها لك ازاي؟ قال لك الدي كورتيكت ديسكونكشن للسيريبرال كورتكس او عند ليفل السيريبرال كورتكس، ممكن يكون السيريبرال كورتكس او الانترنال كبسول، يعني اباف الريد نيوكليوس. دي كورتيكت يعني عند ليفل اوف سيريبرال كورتكس اباف ريد نيوكليوس في الميد برين. والدي كورتيكت الابر ليمب بتكون ناحيه الكور اوف ذا بادي، وقال لك الكور اوف ذا بادي ده هو الهارت، بشاور على الهارت لان دي اللي بيكون فيها هايبر فليكشن للابر ليمب مع اكستنشن للور ليمب. الدي كورتيكت بتشاور على الكور لان الابر ليمب بتبقى فليكسد هايبر فليكسد بالشكل ده. اما الدي سيريبريت فالبيشنت بيكون عنده اكستنشن في كل البادي بتاعه حتى النك، هايبر اكستنشن في اللور ليمب وهايبر اكستنشن في الابر ليمب، بتبقى اكستندد والناحيه اللي بره بالمنظر اللي قدامك ده. ده في الدي سيريبريت اللي بيحصل فيها الليجن في الريد نيوكليس او تحت.
طيب الحاجة الأخيرة، الديكورتيكت ليه بيكون ده اللي فيه الفليكشن للأبر لم؟ الأبر موتور نيورون ديو تو ستروك في السيريبرال كورتكس أو الانترنال كبسول، ليه تيجي تبص على البيشن تلاقي دي عاملة كده ورجليه فيه هايبر اكستنشن؟ لأن قلت لك إن السيريبرال كورتكس الكنترول بتاعها على الريبرو سباينال تراكت بيكون انهبيتوري، فأنت عملت ديس انهبيشن للريبرو سباينال تراكت فخليت بالنسبه للابر لمب البري دوميننت هو الفلكسورز، في هايبر فليكشن للابر لمب. اما الفيستيبولو سباينال والريتيكولو سباينال اللي بيدوا الاكسنسورز دول ما عندهمش انهبيتوري كنترول من السيربرال كورتكس، دول بيحصل لهم سيميليشن من خلال الاسيندنج سنسوري بسوي زي الدورس الكولم والميديا اللي بنسقص بيعملوا بيدوا كولاترالز للريتيكولار فورميشن بيساعدوا يحصل لها عشان يحصل لها اكسايتيشن. بيحصل ليشن هنا في السيريبرال كورتكس بيؤدي نفس اللوست للانهبيتري الانهبيتري كنترول على الاسترتش ريفلكس اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ده بيزود الاكسايتيشن اللي بتوصل للريتيكولو سباينال والفيستيبولو سباينال فيزيد الاكستنشن سواء فيزيد فيحصل فيبقى في هايبر اكستنشن في اللور لمب. فالبيشن ده يبقى عنده هايبر فليكشن في الابر لمب وهايبر اكستنشن في اللور لمب، ده اسمه دي كورتيكال بوشرنج. الليفل اوف ذا ليجن فين؟ اباف ريد نيوكليس، ممكن يكون في السيربرال كورتكس نفسها او ممكن يكون في الانترنال كبسول. السؤال السابق في الولد قال لك بيشن تعرض الى موتور اكسيدنت حصل سيفير هيمرج والهيمرج ده عمل له هيرنيشن، نوع من انواع الهيرنيشن اسمه انكل هيرنيشن، والانكل هيرنيشن ده بيعمل دامج للبرين ستيم، عمل دامج للبرين ستيم بلو الريد نيوكليس ات او بلو ده اسمه دي سيربريت. جه قال لك ايه في الكيس البيشنت تعرض لموتور في الاكسيدنت عنده ابنورمال بوشرنج كل جسمه سواء upper limb أو lower limb hyper extended بالمنظر اللي قدامك ده. فقال لك الليشن دي تفتكر ممكن حصلت فين؟ جاب لك كل حاجة above الميد برين ما عدا option واحد كان البونز، ولازم تختار البونز لأن البوشر ده اللي اسمه disrupted بوشر اللي فيه hyper extension upper limb و lower limb مش هيحصل غير لما يبقى فيه affection at or below red nucleus. لان اللي حصل هنا هايبر اكستنشن في الجسم كله لان انت خليت هنا في امبالانس ما بين الفلكسورز والاكستنسورز، خليت الاكستنسورز بس هي اللي شغاله. ليه؟ لان الريبرو سباينال انت عملت لها افكشن عند ريد نيوكليس او بلو ريد نيوكليس، وقفت شغل الفلكسورز وشغال فقط الاكستنسورز سو ابر لمب او لور لمب. فالبيشنت يبقى عنده disrupted bolstering hyper extension سواء upper limb أو lower limb. دي اسمها disrupted. محتاج تعرف يعني بص الخلاصة بتاعت الاثنين دول انت تبقى عارف حاجتين، ان دي كورتيكت مشكلة في السيريبرال كورتكس أو الانترنال كبسول، وكورتيكت الأبر لمب بتشاور على الكور على الهارت، يعني ده اللي فيه هايبر فليكشن للأبر لمب مع اكستنشن للور لمب، وده ليفل أباف الريد نيوكليس. أما الديسريبرت العكس كل جسمه هايبر اكستنشن، وده اللي سألت في الوورد، والديسريبرت ده آت أور بلو ريد نيوكليس. لما يجي يقول لك إيه اللي أفكتد هتدور على حاجة عند الميد برين تعمل أفكشن للريد نيوكليس أو بلو الريد نيوكليس. طيب احنا كده خلصنا، لو حد بس عنده أي سؤال يسأل قبل ما نبتدي نحل. أول سؤال ده يعتبر إن حليته معك.
ده واضح. احنا في كده في الكيس بيتكلم عن فيرنكس كورسكوف سندروم، كل الفيرنكس موجوده وكورسكوف موجود، بيرمننت انتروجريد اند ريتروجريد امنيشيا ريكول زيرو اوت اوف 3 اوبجكت والبيشنت الكوليك في ذا فيرنكس كورسكوف سندروم. طالما في كورسكوف سندروم يبقى حصل بايلاترال ديستراكشن للماميلاري بادي، ده الكوربس كالوزم، دي السلمس، دي الهايبوسلمس، دور على راوند بالج طالعه من الهايبوسلمس، هي دي الماميلاري بادي. فالاجابه هتكون بي. ده بيتكلم عن كيس اوف كريسمان سندروم اللي بيحصل فيها ليجن للانجولار جايروس اللي هو يعتبر لانجوج سنتر، مش هتشوفه غير في الدوميننت الليفت هيمسفير في انهي جزء من السيربرال كورتكس في البرايتال لوب، فده دوميننت برايتال لوب. ده كل اللي محتاج منك انك تعرف او تبقى فاكر السيركل اوف ويلس، فتقدر تعرف هو بيشاور على فين بالظبط، وتبقى عارف كمان هو بيدي لايه ولما يحصل في الليجن هينتج ايه. واضح كده ان ده anterior cerebral artery اللي بيدي للميديال cerebral cortex المسؤولة عن الموتور والسنسري بتاع اللور لمب. فمين من الاوبشنز دي ينفع مع الفانكشن اوف anterior cerebral artery؟ اللي جابه climbing the stairs، ليه؟ لان يبقى فيه muscle weakness في اللور لمب زي ما الدكتور محمود قال. Pure motor stroke without sensory affection, without high control, without cortical, without cortical signs. Pure motor stroke. أفكر في lacunar infarction في internal capsule. فين internal capsule قدامك؟ internal capsule هو P. دي كيس لحاجة أنا شرحتها قبل كده
وحلتوها قبل كده وجبت سيرتها النهارده، بس انا مش جايبها علشان تحلوا السؤال او الايتم 1، انا جايبها لكم عشان تحلوا الايتم 2. أولا لو أنا سألتك الكيس دي بتتكلم عن إيه هتقول لي سلاميك سيندروم، بيور سنسوري لوس، بيور سنسوري لوس بتأفكت الكونترا لاترال سايد أوف يور بادي، سواء بادي أو فيس، كونترا لاترال سايد أوف بادي أند فيس سنسوري أفكشن. دي اللي كان اسمها سلاميك سيندروم. لاكنر انفاركشن بيأفكت الفي بي ال والفي بي ام يا دكتور محمد، الفي بي ال والفي بي ام. فين هنا في الإجابة ممكن ينفع الإجابة إيه؟ دي سلاميك سندروم اللي احنا شرحناه قبل كده وانا بنتكلم عن السلامس. بس أنا مش جايبها لك علشان تشخص دي، أنا جايبها لك علشان اللي بعدها. بالضبط، lipohyalurosis in a small vessel occlusion due to diabetes mellitus أو hypertensive arteriosclerosis الموجود فيهم هينفع معاك في الإجابة. بالظبط، دي بروكس اريا، الاريا بي. هنا برضو قال لك ان في مايل ويكنس انفولفنج رايت ارم اند فيس، لان البروكس اريا موجوده في الفرنتال كورتكس في الموتور اريا، الموتور فرنتال كورتكس، فممكن يحصل ليجن للموتور كورتكس عشان تبقى عنده كمان موتور ويكنس. اتفقنا سواء بروكس او فيرنكس دور على الدوميننت الليفت ميدل سيريبرال ارتري ستروك.
اتفقنا، ندور على لايبوهايلوزس او هايبرتنسيف ارتيريوسكلوزس. لايبوهايلوزس ما بيش عندهم دايابيتس، والهايبرتنسيف ارتيريوسكلوزس ما بيش عندهم مالجنت هايبرتنشن. The case of pure motor stroke. بالظبط، ده كيس اوف فيرنيكس كورسكوف سندروم. اتفقنا انه البيشنت لما يوصل لمرحله كورسكوف سندروم ويبقى عنده امنيجيا، حتى لو جيته بعد كده صيامين خلاص الموضوع بقى الريفرسول. صيامين هيمبروف سيمبتومز بتاعت الفيرنيكس، لكن الميموري لوس اللي بقى موجود سواء انتريجريت او ريتروجريت will not be reversible with صيامين تريتمنت، لانه اوريدي حصل هيموراجيك ديستراكشن للميموري بودي، فالميموري لوس will be permanent. دي المعلومة اللي قلت لك خد بالك منها، بتسأل ستيب 1 أو ستيب 2. نجيب لك كيس لبيشنت عنده فيرنكس سندروم، جاي لك كوماتوزد أو كونفيوزد. البيشنت اللي في الـ أو الدكتور الفيزيشن اللي موجود في الـ ER إداله جلوكوز وزاوت صيامين، دخله من فيرنكس إلى كورساكوف. ما تنساش المعلومة دي خالص، بتسأل ستيب 1 او ستيب 2. ليش انت كوماتوز جاي لك في الاي ار، بتدي بنركان او النالكسون بتاع المورفين توكسيستي، بتدي ديكستروز ومعاه صيامين. اوعى تدي صيامين، اوعى تدي جلوكوز وساوي صيامين، انت اللي هتدخله في هيموراجيك نكروزس وهتحولها من كيس ريفرسبل الى ريفرسبل. اخر كيس آخر كيس ده بيشنت عنده دي سيريبريت بوشرينج، ده معناه ان نيورون الليجن اللي عنده عملت افكشن للروبرو سباينال تراكت، سواء في الليفل اوف ميد برين، في الروب نيوكليس نفسها او تحت. فانت هتقعد تدور هنا على ليفل عن دي سيريبريت،
هتلاقي كله فوق، كله فوق 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 فوق، ما عدا البونز هو اللي ينفع مع الديس ريبتر بوسترنج هنا. طيب كده خلصنا محاضرة النهارده، حد عنده أي أسئلة؟ ده بيشنت اتعرض لموتور اكسيدنت، حصل سيفير هيمرج، بيعمل شيفت للبرين يؤدي ان يحصل هيرنيشن، نوع من انواع الهيرنيشن اسمه انكل هيرنيشن. الانكل هيرنيشن ده عمل دامج للبرين ستيم غالبا البونز علشان يدي الديسربريت بوشرنج ده. هو النيورو محتاج حل كتير. مع الحل وطالما عندك المعلومات البيزك موجودة هتلاقي الموضوع سهل. النيورو مبقاش من أول مرة، النيورو من أنواع البرانشات اللي ما بتتحبش من أول مرة، حبها بعد الجواز.